وهذا شيء يومي احنا مازال كاع ما وصلناش السي حسن. يلا قلنا بسم الله وانتم كتقولوا ست مناقش الى غتدخل النقطه الاولى باش ما نكونوش معطوش مغالطه الناس لهنا ما كاين كيما يتخبى ما كاين ما يدير. حنا جينا كنجلس كاين لجنه ديال المبادره الوطنيه المحليه خدات قرارات ديالها حنا كاين استمراريه ديال 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 المجلس. اذا راه الا مشيتي للفصل الماده الاولى او الماده الثانيه كتكلم على الرائحه، الا مشيتي للفصل الثاني يتحدث عن المساله احد المستفيدين. اذا يا اخوان غادي نمشيو للمناقشه ديال كل التحولات وفي نفس الوقت راه كنناقشوا كنشوفوا اللوائح وغنتكلموا على جميع الحيثيات المتعلقة بالمقرر ربما شنو 81 أو 82 82 مقرر 82 الحقيقة مجموعة ديال المستشارين اللي جاو نبهوا الرئاسة ديال المجلس أنه كان. إذا حنا بصدد المناقشة ديالو وفي إطار مجلس التحملات لأن الفصل الثاني كما كنقولوا راه كيتكلم على اللائحة وكيتكلم على المحضر ديال التنقيح اللي هو مشار ليه أيضا في كل نشر التحملات اللي من بعد الوسائل ديال الإعلام غادي تشوفوا وغادي تطلع عليه. إذا على بركة على بركة الله غادي نمشيو للفصل الأول من كل نشر التحملات. بطبيعة الحال لما نقراو ديباجة نقراوها يقراها إذا عندما كاين الفصل الأول اتفاقية ماشي قانونية، اتفاقية فات الأول ديالها وباقي المشروع فيه زوج، كاين جوج المكارع باقي، اتفاقية ديالاش كنتو تديوها نهار الأول مجلس سابق ماشي دابا، ما تفرعوش حتى الناس غادي يتفرعوا. كاين كنهضر الآن حنا كنهضروا على كناش تحملات وليس الاتفاقية، الاتفاقية سبق وأن صادق على الواجبية عند دوراته. إذا كناش الاتفاقية سبق وأن صادق عليه المجلس السابق. واللي كانت في 2016. إذا الآن كنتكلموا على كناش التحملات، اللي أنا باش نشرح للإخوان، باش غادي اللائحة كانت كاينة، ربما إلا بغيت ندير لها واحد الإطلالة. سيدي الرئيس واحد النظر، بالنسبة لنا حنا فصلنا بهذا، دونك نفوتوا مباشرة النقاش تاعو، كل واحد راه من الآخر، باش ما نضيعوش الوقت تاعنا. إذا كاين شي واحد هي طرحتوا عليا، إذا كاين شي واحد هكا درنا في الدورة السابقة هكا درنا، قلنا باش أنا نطلع على هذا الشيء، راه وصلنا، باش إذا كان شي ملاحظة نديروها جملة وتفصيلة. إذا شكون يعمل شي ملاحظة على حد الفصل؟ تفضل أسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد باشا، السادة الأعضاء. بالنسبة للفصل السادس. يلتزم المستفيد بممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة. بغيت شي تحديد المده الزمنيه في هذا الفصل، يعني في حاله المرض شحال غادي تكون زعما هذه المده الزمنيه؟ يلتزم المستفيد بممارسه النشاط التجاري بصفه مستمره. الفصل السادس. ايوه ربما كاين تحديد ديال المده ديال لا ما جاناش تحديد ديال المده. يعني لمس يعني لما استخدمش نخدم في مثلا كل واحد 3 شهور حيت فعلا اذا المستفيد فعلا ما استفدش ما بداش في 3 شهور غادي تقدر تمشي اما لائحه الانتظار او لا غادي تمشي لائحه الانتظار كاين غادي يكون شي مرض اكثر من 3 شهور شوف اذا كان اذا كان ما يثبت كاين هذا غادي تلقى واحد الفصل غادي ترجع للجنه فهمت تلقى واحد الفصل هي اللي غتاخذ القرار فيها والجنه اللي غتشكون فيها اللي غتكون مراقبه غتحل فيها الحاله ديال الوفاه الشيخ وحتى الحاله هذه تناقش اطار اللجنه اللي غادي تكون راه ما كانوش ترى الظرف الباعه الجانبيه. السيد الرئيس اذا كان يدي الواجبات لا كيقول لك اذا مازال ما بداش يا كتقول في البدايه ولا في لا واخا مازال ما بداش تحديد المده شحال يعني اذا كان قدامه الظروف ديالو شوف الامور واضحه. الا كان هذا السيد مثلا عمر المحل ديالو وكيمارس فيه التجاره وقع له طريق ماشي اشكال كنهضروا حنا عمرو كنهضر الحاله انه واحد خدا ذاك المحل وخلاه مسدود فهمت كيفاش؟ ما عمروش او لا بقى كيبيع ويشري في شي جهه اخرى هنا في المغرب. هذا هو المقصود هذا الماده هذه.
سيد رئيس المشاور المتخصص للقواعد في النقطة 6 يلتزم المستفيد بممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة مع احترام المسافة المخصصة وعدم تجاوزها كما يمنع الاستفادة من أكثر وكذا عدم إدخال أي تعديلات على النقطة كنقطة البيع كالبناء وغير ذلك ولكن عند السيد الرئيس ربما المستفيد راه 183 ربما المستفيد كيبان له واحد النهار واحد ربما ما عرفناش التغيير اللي يقدر يكون عنده وانما ندخلوا هنايا الاستشاره ديال المجلس يعني الى خصو المجلس يوافق المجلس ما عرفناش ربما هو فعلا ديك السي محمد الملاحظه ديالك هو البنايه نوع البنايه اللي راهم بانيين بها الان راه لا ما كتقتضيش مثلا انا غادي لا ما تقتضيش انا غادي نجي رخصه مثلا من عنده السيما باني بالسيما ولا باني بالياجور ولا تقتضي تدخل هذا راه مدينين باش إذا كان دوك الاحتلال وهذا عنده احتلال حنا بالنسبه لنا غادي نمشيو للاحتلال الاحتلال المؤقت ما الا مشينا بالنسبه للتراخيص مثلا ديال البناء مشينا انه بحال راه عنده اكريه ندخل في الاكريه الان ما عنده احتلال مؤقت بحالو بكل صراحه بحال واحد كيحتل واحد الارض الرصيف وكيتخلص عليها يعني ما غاديش نقدروا نقولوا له هذا هو يا فين الملاحظه ديال السي محمد عندي واحد الملاحظه في النقطه 9 يمنع على المستفيد تفويت رخصة الاستبدال للأغيار في أي حال من الأحوال. سيكوزو السيد الرئيس سيكوزو هذا السيد توفى. غادي تجي واحد القفص الآخر اللي كيتكلم على حالة الوفاة. ربما كاين لا 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 ما كاينش. شوف أنا بالنسبة للتفويت لأن قلنا أنا السيد الرئيس اسمح لي قلنا في أي حال من الأحوال. يعني من نقولوا في اي حال من الاحوال كاين المانيوال كاين الوفاه لا انا نقول بالنسبه للوفاه ربما نشيروا لها نشيروا مثلا الاخوان متبعين معنا في حاله الوفاه مثلا نشيروا بانها ترجع للجنه الجنه السير هي اللي غادي تحدد خلينا نقولوا تزاد هذه تضاف فيها فعلا حاله الوفاه حيت حنا حقنا ناقشناها وتحدد في الاخر ما لا هذا بالنسبه للقانون الجديد هو كيمنع التفويت ولا الحجز ولا التملك بالتقادم بالنسبه للملك العام. راه نسال على واضح. دابا شوف دابا علاش نكونوا واضحين ونوضحوا واحد المساله هذا راه كيتعلق بالنسبه لجمال الاحتلال المؤقت للملك العام. اذا الاحتلال الملك العام كترجع القوانين لا يفوت ولا يورط. اذا ولكن حنا باش نخليو يعني هاد الباب كما قلت السي محمد في حاله الوفاه ما نحرموش مثلا اللي غيكونوا من موراه وليدات عنده او لا نحرموه حنا باش ما ندخلوش عليه فهنا هذا اشكال قانوني غادي ندخلوا فيه ما كنت نتنافاو مع القانون اللي درنا الا درنا كنا التحملات درنا قصور اللي غنصادقوا عليها وهي كتنافى مع المرسوم او لا مع القانون ديال الجبايات غادي نصبوا اذا حنا نخليو في حاله الوفاه فقط في حاله على الاقل لجنه لجنه تو ربما في حاله الوفاه فقط حتى الوقت حتى الوقت عنده غير شي وسط ورد حتى الوقت حتى الوقت هي واحد اذا غير بالنسبه لهذه الحاله غادي نضاف هو ان في حاله الوفاه تنظر على ارض تعرض على انظار لجنه ماشي لجنه على انظار لجنه لتاخذ قرار مناسب هذه حاله الوفاه اما في التفويت يمنع منع كليا التفويت باش يكونوا واضحين. غير نشكر السيد الرئيس للجنة، الجنة باش تقدر تسال. الجنة الجنة يستفيدوا من استغلال السوق دائما الباعة الغائرون الذين تريد اصناعهم، لا يستفيد الباعة السوق الذي ثم تقطعهم من طرف المجلس. تقطع لا أحد طرف المجلس. لأن انطلاقا من هذا، أما خصو يقطع من طرف المجلس. أنا نقول لك شوف باش يكونوا واضحين. دور في اجتماع حنا كان داك المقرر اتخذ في دوره من الدورات ديالو عارفين المقرر ديال الاجتماع إذن المقرر اللي كتكلم عليه السي حسن هو مقرر عدد 82 بتاريخ 7 جانفي 2016 جاءت من بعده محاضر الا ما تكملش في ديك العباره ولكن في اساس راه غادي لا باش يبقى ودي الامراض لا لا راه الناس تخشوا الناس لا صاحبي الله يحفظ الاداره راه ما تمشي عليه السيد الامير ما دار واحد 40 مليون دولار دابا غير اسمح لي انا نشوف الى غادي شوف الى غادي تسمح لي التدخلات وما تقاطعليش ونعطيك الوقت الكافي رغم ان شوف رغم ان التحديد في عدد 3 دقائق انا ممكن نعطيك 10 دقائق ولا ربع ساعه اسمح لي سي حسن ولكن ما تقاطعنيش
مجلس الداخلي، لان علاش؟ لان الانسان اللي كيحاول يقاطع لواحد اخر بحال كيولي يوصل غير الفكره ديالو، انا حتى انا كطرف على خصني نوصل الفكره ديالي، لان امثل المجلس ورئيس المجلس. والناس كتسنى منا اننا نعطيو توضيحات، فعلا ما نقراوش المقرر، المقرر اللي كان عندنا في المجلس شنو هو؟ المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بمشروع بناء سوق دائم لفائدة الباعة الجائعين. هذه النقطة. هل المقرر 82 بتاريخ 7/2007 هل تم تنفيذه؟ نعم لقد تم تنفيذ الجزء منه، إلا بغينا نقول 71% تنفيذ شنو هو؟ هي اتفاقية. الشراكة في عين لا شركة خليه خليني كمل تدخل ديالي ودخل النقطة اللي كانت هي المصادقة على اتفاقية شراكة. المجلس صادق على اتفاقية وفعلا دخل في الشراكة وفعلا خلاص دخل ولا شريش تبيع العقاري بس دخل بس دخل المجلس أنا عنده شركة أنا شريش تبيع العقاري ما عندوش هذا خاطئ هذا المقرر السير رئيس خاطئ أنا هذا راه الشرع العام خصو يتنفذ غير والله وتالين هاد السوق نموذج راه عام راه تاع التجار الصغار راه سيدنا تعليمات ملكيه راه تاع البائعين جايين اه ماشي تاع التجار الصغار جايبين لي تما لا تحلو الحوانت جايبينو حنا ماشي ضد هاد الناس البائعين المتزوجين ولكن راهم عندهم تجارات السيد الرئيس مع احتراماتي حنا في هذا المقرر نزلوه طبعا ما طلبنا والو ها هو راه كاين اي شيء يصح في الاذهان اذا احتاج النهار الى دليل انا ما نحاولش نخطيها ولا ندير هكا نسدو لنا المخرج ولا واحد عند كابيني عنده اتفاقيه شراكه شوف واحد الدقيقه سي رئيس جات على خاطرك شوف كاين جوج مشاريع سي رئيس سمعت لي شوف انا نقول لك واحد الدقيقه خير عطيتك الكلمه شوف الله يجازيك بخير انا شوف انا كنهضر معاك شوف داك واحد الدقيقه نهضر لا اهضر مين تكلم الله يجازيك بخير عطيني غير واحد الدقيقه شوف اهضر دقيقه مين شوف انا نعرف نختار على اش لا 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 شوف مين كون غنهضر انا ما تقاطع خذ راحتك خذ راحتك وتكلم ما تقاطع شوف باش يكون الادب ديال الحوار شوف باش يكون المتلقي اللي كيسمع لينا ليا وليك يقتنع يتقنعوا انت ينقنعوا انا خذ راحتك وتكلم السي حسن تفضل السي حسن وهضر شوف دابا هاد المشروع سير خاصنا نكونوا واقعيين المشروع راه فيه زوج متوازيا فيه زوج معيار واحد مخيوم 400 وتفهمني واحد مخيوم 400 مليون وواحد وواحد اخر تاع بائع الخضر راه كاين خروقات انا نتحمل مسؤوليتها كاين خروقات 236 مليون في المشروع الثاني سير ما ديروش اتفاقية حتى يكونوا زوج ملي يكونوا هادو زوج تاع جمعيات اخر غادي يديروا اتفاقية شراكة وازاي واش غادي نديروا ليها هادي راه غير تاع التجار الصغار والاخرى في راه فكروا قدموا عقلكم هذا راه قرار واحد نعطيك المعلومات وغادي تشوف بعينك كاين خروقات كاين جوج مشاريع متوازيين وحده ب 400 مليون وباقيه 236 مليون فين نديروا المشروع الزاوج برميوه 36 مليون تمشي ما عرفناش فين راها احنا نضموهم السي الرئيس حنا نحاولوا نضموهم حاول تفكر مزيان فكروا مزيان انا نناقشك وندير معك مسائل هذا راه بياج انا راني كعضو وكنحيا المجلس واخا راني غير عضو ماشي رئيس فالحساب تاع السيادة ديال المجلس هذا راه كاين مشاريع فيه جوج السي الرئيس ها هو راه كلشي واضح السي الرئيس كاين جوج مشاريع كاين تاع بيع التجار الصغار بيع الخضر فهمتني زوج متوازيين خصو حتى يتسالاو بزوج ونوفرهم بيع العقاري وديك الوقيتة اجي ندير لهم اتفاقية شراكة فكروا مزيان خدموا العقل ديالكم صافي هذا هو اللي غادي نقول لك انا انت خديت راحتك انت خديت راحتك السي حسام ودخلت خلينا ندخل حسب المعرفه اللي عندنا حسب المعطيات اللي عندنا لا اعتقد ان يكون يكون واحد المجموعه ديال المشاريع ونقارنوا مشروع نقولوا احنا عندنا واحد خمسه ديال المشاريع او ثلاثه في المبادره الوطنيه الا ما تنفذوش كاملين ما نمشيوش فيهم كاملين اولا هذا ليس من اختصاص المجلس انه هو اللي كينفذ ليس راه تنفيذ المشاريع ديال المبادره كاين لجنه وحاليا السيد الباشا هو رئيس ديال لها واش حنا بالنسبه لينا كمجلس عندنا الوصايه والسلطه والصفه على اننا نطعنوا لا في المشاريع حنا شريك واحد من بين الشركاء شريك اللي كتقول بان ما عندوش الارض استعرف السي حسن بان هذاك السوق اسبوعي كيعرفوا الناس دايما يمكن الستينات هو كتصرف فيه مجلس بلد هو السوق الاسبوعي الخدمي ولكن الزاويه
كاين يتم جلسه وحده شغله باش انا حنا احترام احترام للدخول ديالك وبالنسبه لتنوير الراي العام بغينا كندخلو خص تسمح لينا باش ندخلو الله يجازيك بخير لان ديك الطريقه اللي غتهضر بها راه هضرناها وسمعناها وسبق لك هضرت فيها ومن حقك تهضر ومن حق اي واحد انا خلال المعطيات اللي عندي كنتكلم خلال التجربه ديالي خلال السيد ديالي كرئيس مجلس كنوضح اذا اقتنع المجلس الساده المستشارين اهلا وسهلا ما اقتنعوش انا من الراي ديالهم يعني شكونوا انا كنعطيك توضيح انا لا ادافع عن احد شنو راه معقدني انا لا ادافع عن احد ولا اتحمل مسؤوليه هذه اللائحه ولا هذه المشاريع رئيس جيت هنا شهرين ولكن استمراريه ديالي خاصها تكون هي راه خاصها تكون حنا عندنا اكراهات فعلا الله يحسن العون كاين واحد المجموعه ديال 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 الباعه الجائلين اللي بغاو يستافدوا وغادي تجي النقطه كاين حدا النقط حنا ربينا لهم البال بغينا نوقف غادي نرجعوا باش ما نغلطوش الراي العام مشاريع فعلا كان نقولوا 600 مليون واش المجلس باش ما نكونش واش المجلس كانت عنده هاد 600 مليون في 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 في, في الاعتماد ديالو لا حنا المشاركه فقط بالارض وفعلا التزم المجلس وعطى الارض غادي تقول لي ماشي ديالها اي ولا الا انت كتطعن بان ماشي ديالها علاش ناقشوها اصلا هنا علاش حنا شركاء علاش غادي ناقشوا يعني ما بقات عندنا التصفه الا كنقولوا اننا ما حتى البلاد هذيك ارض السوق الاسبوعي في اطار اقتناء ديالو راه كاين مسطره ديال الاقتناء ونقول لك انا بالنسبه للبلد ديال العيون ربما الاقتناء الوحيد اللي دارته هو ديال البار اللي بيت من هذا الاقتراب اللي هو التيتر فرونسيف سميتو الجميع اللي كتشوف في العيون كامله الواحد واش غنقولوا البرارك اللي هما البرارك السوق والسوق المركزي او السوق الاسبوعي واش هو في الملكيه ديال الجماعه راه كتخلص تخلص على العكريه والجماعه براسها اللي كاين حنا فوق منا الان ليس باسم ديال المجلس ديال البلديه باش ما نعطيوش مبالغات نعطيو توضيحات ونكونوا واقعيين حنا فعلا فعلا ملي كتبحث في هذا الملف هذا كنلقاو بانه كاين جوج مشاريع كاين المشروع الاول اللي فيه حوالي 4 مليون ديال الدرهم والمشروع الثاني حوالي 200 مليون ديال الدرهم المشروع الاول كتستافد منه 183 بائع جائي المشروع الثاني كتستافد منه 131 بائع جائي المجموعه الاولى مصنف باصناف هذا اتفاق ما بين واللي تناقش على حسب العلم ديالي في اطار اجتماعات ديال لجنه المبادره لجنه ديال المبادره الوطنيه اللي خداو اصناف انه في الاول يستافدوا هما اصحاب الملابس الباع دوك الفراشه يعني كاين مجموعه صنفوها هما اما بالنسبه بائع الجائلين اللي عندهم كراس ديال الخضره وديال الديسير ودوك صحاب الكرام اللي كيدفعوا دخلوهم في 131 المشروع الثاني هذا المعطيات اللي عندي انا حاليا رغم انني ما كنتش حاضر ديك الوقيته اذا لائحه كاينه وصلنا بها من عند السيد باشا ملي وقعنا البحث فعلا حتى حنا ثار الانتباه ديالنا وهاد يعني هاد لان جاو عندي واحد المجموعه ديال المواطنين اللي ما استافدوش اللي كيحتجوا بعلم سيح كاين اقصاء حنا السي حسن حنا بالنسبه لنا ما نقدر نحكم انا على شي واحد باش نقول واحد القضيه لا اتحمل المسؤوليه لا في شي واحد غنستافد ولا في واحد ما نستافدش لا ازكي شخصا انه استفاد في هذه اللائحه بانه قانوني لان كاين لجنه كاين لجنه والاخوان كيقول لك حنا درنا كاميرا كتصور رجعوا الفيديو يمكن المجلس يرجع ليها كاين لجنه كتحمل المسؤوليه ديالها امام هاد الناس وامام الله وامام الملك لان هو صاحب المغامره الوطنيه اسمع سي حسن شوف انا كنقول لك لا نقول لك انا حنا هنا كنقول لك انا كنهضر على الراي ديالي الشخصي رايي الشخصي انا من لن ازكي هذه اللائحه لا بصفه لان ما حضرتش فيها ولكن لا اطعم انا ما نطعمش في واحد اللجنه وما عنديش الصفه وما عنديش الوصايا عليهم كاينه لجنه اللي كانت سيرت وفعلا ناض فعلا قد مجهودات انا نقول لك راه ماشي سهل باش غترضي الجميع كونوا واضحين سي حسن والاخوان ما يمكنش غادي نرضي الجميع ما يمكنش شيء ولو انا غنقول لك واخا نسهروا حنا كنجلس حالي ونقولوا غادي نحاولوا ما امكن ان تكون واحد الشفافيه والوضوح لان كاينه في الحقيقه رئيس الجمعيه اللي كيمثل هذه الفئه واللي هو كياكد مثلا في اطار الاجتماعات ديال الجنه كياكد بانه وعلى العلم ديالي هو انه كاين قرعه كاين لوائح وكاين قرعه اسمعي واخا كمل شو طولهم وما عطاهم راه عندي الدليل راه عندي الادله قاطعه كاين اقصاء مدعمات
او نقولوا قديمين مش راه جيب علينا حنا والو بقى لنا كاشي دور عندي بالادله قاطعه شوف شوف مقدمين كانوا كيجيو الناس والناس اغيار ما عندهمش علاقه مع الفتاة وشوف ما هذا الشيء ما كتمشى تشوف قطعني ما تمعك انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتها راه نعرفهم ناس عندهم حوام بالدار والدليل وكنقول حق ذاك المسكين ها شوف راه عندنا ولادنا ونخافوا من الدعاوي ديالهم عيب الله غادي نبقاو نظلموا ذوك الناس لا اله الا الله محمد رسول الله علاش صبرنا على صبرنا شوف اسي شوف انا مش ما تحمل انا قلت لا اتحمله انا كنأكد هذا الشيء تقول لي تحمل المسؤوليه ولا دير انا لا اتحمله لانه تحمل المسؤوليه كاينه لجنه كاين لجنه اللي كانت تكلفت بهذه اللائحه واللي اختارت هذه اللائحه واللي تم التنقيح ديالها تنقيح ديالها احدى المحاضر ديال الاجتماعات اللي راه منصوص عليها في الفصل الثاني راه منصوص على انه تم التنقيح ديالها اللوائح انا قلت بكل وضوح كرأي شخصي الا جينا حنا مثلا وصادقنا على هذه اللائحه حنا ما عرفناش شي كاين جنش انا ماشي مختصر ديالها انا نقول لك بكل صراحه يعني داك اصلا اقتراح ديال انا شخصيا فعلا التنفيذ ديال هذا المقرر ديال 82 الى صادقنا مثلا واش حنا عندنا الصفه اننا نصادق على واحد اللي حسن ولا غير كمل انا تم تنقيح شوف واش الصفه واش هي اعطيني دليل اعطيني من القانون شوف اعطيني من القانون ان عندنا الصفه اننا تكون واحد عندنا الصفه ولا شي حاجه لا شوف لا شوف الا غتخليني نكمل الكلمه ديالي بغيت نعاود نرجع نعطيك الكلمه رجع سي حسن عطيك الكلمه صافي الله يجازيك بخير خليني نكمل ونوضح لان ملي كتجي كتوصل لواحد النقطه اللي غنوضح فيها كتولي كتقاطعني باش ما يبانش داك التوضيح لا وانا اعين انا عارف شوف احنا بالنسبه لنا واش عندي من الناحيه القانونيه اعطيني ما يثبت قانونيا ان لنا الصفه كنجلس اننا نطعنوا في هذه اللائحه او لا عندنا الصفه اننا نختاروها حنا ممثل حنا عندنا ممثل حنا عندنا ممثل حنا عندنا اي انا راه ما قررتش لا باش نقطعو لا انا وقيلا كي غلط هذا وقيلا هذا اللي شفتها وقيلا راه كي غلط هذا مقرر انا مقرر شوف هذاك مقرر شوف هذاك مقرر هذا مقرر ديال المجلس هذا مقرر ديال المجلس راه ما فيهش حد يا ربي هذا شوف هذا مقرر خصك تبدا تحقق باش خصني صحتك هذا مقرر ديال المجلس واضح كان فيه نورمالمون كان نقطة أنا نقول لك نقول النقطة أصلا المقرر خاطئ المقرر خاطئ ديال 82 علاش؟ لأن النقطة ديال جدول الأعمال كانت المناق هي المصادقات المصادقة على الاتفاقية لم يكن اللائحة ومع ذلك ونورمالمون المقرر كان واضح أنه فعلا كانت المصادقة على الشراكة أضافت فعلا حرصا من المجلس حسن من المجلس على المصالح ديال باش تكون الشفافيه زاد بانه ستكون لائحه تنقح فعلا تنقحت احنا الان مثلا عندنا لائحه واش حنا عندنا الصفه اننا غنصوتوا عليها نطعنوا فيها نرفضوها ولا ما فيها انا شوف غادي نقتلوها ممكن نرفضوها ونمشكلوها اذا الاخوان ربما كنمروا الى كاين شي واحد عنده شي ملاحظه على شي فصل وهذا خصك تقدر الدفاعيه خصك تقصر اذا شي واحد عنده شي فصل من الخصوم إذن الإخوان يمشوا المصادقة لكن مش تحملت أسي مراد ويا عم الله حبك أسي حسن حسيني أسي محمد النجمي أسي هاري ديلي أسي الحق بربوع أسي عقاب مدير وحيد وحيد القاسم سليمان القاسمين سليمان زهير عند طالب محمد حميد نيرو سليمان ميمون السياريت والحياة محمد بالله زيد اسمه انا مبتدع حسن 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 تمتني ولا ما عندكش ولدي راه حنا بولدي والحياة وافقنا زيد سي حسن ماشي لطيفة القاضي الحماني مراد مسرو حسن مراد عي مراد مجيد محمد الخطاب
إذا هذا المصروف بينها سبعون بين التداول في إمكانية اشتغال على الشطر الثاني لسوق نموذجية ضمن باقي أصناف البيع الجائلة. إذن ربما غير باش نعطيو الحيتيات والمعطيات بالنسبة لهذه النقطة هذه، هي تكون صراحة ربما واحد المجموعة ديال الإخوان أو الجائلين اللي كانوا يعني كيقولوا بانهم مقصيين في هذا السوق النموذجي اللي ان شاء الله غادي تفتتح. يعني رضيت باش نحط هذه النقطه هذه على اساس انه المجلس يمشي بانني بحث كما قال سي حسن قبيلات انه كاين مشروع اخر ثاني، اللي المشروع الاول كان فيه 400 مليون والمشروع الثاني اللي كان فيه حوالي 200 مليون ديال السنتيم اللي غادي يضم هاد الاخوان او هاد الباعه اللي باقي ما استفدوش، انه بطبيعه الحال المجلس باش يكون بجنبهم ونبحثوا. إذا إلا كانت ربما كانت توعدات أن غتكون الشطر الثاني اللي هو هذا، شوفوا هذه الاعتمادات فيها إلا باقية كاينة، من الأول صراحة ما نقدرش نقولوا، إلا كيما كانت الاعتمادات هذا، إلا ما كاينش أن المجلس يشوف يبحث عن شركاء، يبحث عن شركاء باش يمشيو في إطار المجلس يوجد أو لا هي الأرض ويخصها بالنسبة لهذا المشروع هذا، وفي نفس الوقت نبحثوا على شركاء اللي يمكن لنا يغطيو هذا العجز اللي بقى واقف على هذا العدد ديال الباعه الجائلين اللي باقي ما استفدوش، واللي بكل صراحه كانوا اتصلوا بنا وحسينا بالمعاناه ديالهم وما بغينا شيء انه يكون عندهم واحد الاحساس. ربما لا استطيع ان اقول وغادي نرجع النقطه الاولى نقولوا بان غنطعنوا في شي حيط او الشبابيه ديال هادشي، ولكن حنا الان ناخذوا بيدين هاد الناس هادو اللي باقي ما استفدوا شيء. كنعتقد المجلس لا يمانع، لا اعتقد انه سيمانع على هذه المساله هذه. إذا كان شي أخ عنده شي فكرة ولا سادة مستشارين تفضل. شكرا سيدي الرئيس. دابا هاد المشروع الثاني قائم وراه قائم، علاش غادي عنده واحد أخو ولا دابا المبادرة البشرية ناخذ فيها راه ما كاين غادي نجيبو هذا اللي غادي نجيبو اللي نجيبو المبادرة البشرية كتقول لك أنا دابا عندي غير المرحلة الثالثة، عندي غير عندي سميتو عندي العنصر البشري متشردين كنت بغي نجيبو هاد الشيء بغي نجيبو عليهم. ها هو هذا اللي راه كاين هذا اصلا راه موجود، حنا بقاو غنديرو في الاسواق، راه حتى الاسواق راه ما عطاتش الحفله ديالو في المغرب كامل، نزيدو حنا سوق وخا نديرو غير مكاتب حنا مكاتب، هذا خصو يتنفذ، انا كنطالب من هذا يتنفذ، هذا 236 مليون فين كاينه؟ إلا راه في المبادرة البشرية نوليو نعاونوهم نديرو معاهم، ها هو ما كاين، كاين شوف اسمع كنعتقد بان راه متفقين. راه غادي ندخل هاد الكام غير كنت عاتي الطعم ديالي غادي نطعم شوف النقط ديالي تاع هيا سجل لي الحوايج ديالي راه غادي ندخل هاد الكام وخصك تقول لي انا ندفعك راه ماشي قانونيه هادي ها هو دابا مابقاش نكذبوا على بعضنا بعضنا ها هو المشروع جيبو يعني يناقش السي حسن يناقش خارج وفي التجربه ماشي خارج انا يهضر في الاطار شوف راه في الاطار كاين سيد راس راه موجود المشروع الاخ الا كاين شي حاجه شوف ها هو موجود ها هو موجود
هو ماشي حنا هذه الكلمه هو موجود واش القوم القوم ديال الشعب تحمل انت الكلمه انا صاحبي ياخذوا راه ما عارفينش ما عارفين كيف اللهم اغفر لهم ولا يعذبوك راكونوا معارفين غادي تجي تديهم انا نقول هاد الكنيشه بسم الله الرحمن الرحيم هاد النقطه الثانيه انا كان تداول حوالي امكانيه الاشغال على الشطر الثاني سوق نموذجي انا كان ناشد الساده اعضاء المجلس باش غادي يكون واحد الشطر ثاني كيما الاسواق يعني الصعيد الوطني ندير الاسواق النموذجي الاول الشطر الاول والثاني والثالث كما كنشوفوا كاع في المغرب دارت هاد الاشطر وحنا عاود البلدي ديال العيون غادي نحاول ان شاء الله باش نشوفوا بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كيمثلونا فيها الاخوان ونشوفوا التيران ونشوفوا فين غادي يكونوا الاسواق النموذجي الشطر الثاني وداك الساعه غادي الناس اللي ما استافدوش والناس اللي تحرموا لان حتى الناس اللي استافدوا في الاول حنا انا شخصيا اللائحه الاولى انا لا المالي بها ولكن كما كان الحال راهم ولاد العيون وراهم مغاربه وراه كيطبق عليهم قوانين يعني اللي ما حلش واللي ما خدمش واللي ما دارش الاتوات ديالو خلاص الى غير ذلك راه كيطبق عليه قانون ولكن نحاولوا نشوفوا الشيء الثاني باش الناس تستافد بالسكينه ديال العيون ماشي الساكنه لا سمح لا شري هو سمح لي هادو كنسميهم الساكنه ديال العيون ماشي ديال بركان كنسميو الساكنه ديال العيون معناه الناس اللي ما استافدوش في الشطر الاول ممكن يستافدوا شي جينا سي محمد وقلعوهم يستافدوا التجلي راه عندي مجبره وقلعوهم هادو ما خصكم تنجوهم هنايا واه يسمح لي راه مسجلين صافي غادي يبقاو يجيو ناس اخرين يكون خطا لا بيبي يستافدوا راه زعما كيما باقي متجوي لا تحبي هما سي محمد غير باش نوضحوا شوف الكلمات الرمانه في غير محلها كتبقى بحال لك تكونوا واقعيين وموضوعيين كنوا واقعيين وموضوعيين حنا عندنا اكراه ديال باش نوضح النقطه هذه انا كاين مجموعه ديال الاخوان اللي خصهم يتحدى السوق لان كاين اللي كيقول لك انا درت قرض ديال الامانه كاين اللي كيقول لك انا بعت الطوموبيل ديالي باش خصو لك السوق يتفتح حنا كاعضاء ديال المجلس ما عندناش ما غنقولكش عندنا لائحه فعل الكلمه ولكن واش عندنا الصفه اننا نطعنوا في هذا انا نفترض طعنا في هذا السوق وهذا السوق مشى مراحل انا الناس خلصات 5000 كاين سيد دابا من 2016 عارف بانه ما مستافدش في المحل ديالو وكيحلم به وتجي انت في 2020 كان المجلس واش عندنا الصفه نفترض كاع قلنا هذه اللائحه حيدوا من الناحيه القانونيه ومشي فيها لكن المحكمه يقول شكون الصفه اللي خلات باش تحيدني شكون انت اللي غادي تحيدني ولجنه محليه عطاتني الحق انني نستافد في هذا السوق شكون اللي غادي اذا غادي نمشي للكلمه كاين الاخ سي انا كاين لا كاين سي مراد منك وكاين سي مراد وكاين سي خديجه الاولى لا قبل ذلك كنت ملي قلت لها تفضل انا واحد الكلمه الا عطيت اخذ الا بغاو يعطيك هو النوبه ماشي مشكل تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الباشا السيد الرئيس الساده الاعضاء حضور الكريم بالنسبه يعني هذا فيه يعني بزاف الكلام على السوق النموذجي يعني السيد الرئيس يعني من تحت هذه النقطه الثانيه يعني فهي يعني انها حل للاشكاليه الاولى علاش لان الا شفنا مثلا قريب من مدينه تاوريد راه فيها اكثر من ثلاثه اسواق نموذجيه وقال واحد القيصريه فيها 1600 وثلاثه القيصريات تما قال 560 الف الوحده حنا الله بدينا ب 182 ولا 183 ونايض عليها سيد الرئيس عندنا المكان وعندنا البلاصه نجريو كاملين وممثلين يعني تاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وصاحب جلاله نصره الله راه ماشي في هذا التوجه وهذه راه تهيئه التنميه البشريه هذه راه التنميه البشريه باش ان واحد يعني واحد الفراش ولا واحد اللي ما عندوش ويسترزق الرزق نتاعو تما هذه راه مهمه حنا نمشيو نزكيو هذا الطرح
ونمشيو نجريو فيه باش اعلى يعني في اقرب الاوقات ان شاء الله يخرج الحيز الوجود والناس اللي كانوا باقيين ينضافوا الناس اللي كاين اللي يستافدوا ونتكلوا على الله وشكرا. تفضل سي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمكان التداول ولا امكانيه اشتغال الشطر الثاني هي واش احنا محددين المكان اولا نفكروا في المكان اولا نشوفوا في الاقتراحات اللي كانت قبل كانت واحد الوقيته واحد جوج ديال الاماكن كانت مقترحه كان واحد على جنب حيط لاكار وكان واحد ما مشيت فيك الطريق ما بين السيباوي والمسبح الى كان غادي نشوف هاد النقطه هادي اننا حاليا نخدموا عليها ونمشيو لان حتى هاد الناس اللي راهم في الشارع واحد المجموعه تاع الناس اللي صراحه كنعرفوهم باع جائلين ونعرفهم وتسجلوا وتقصاو وكاين اللي عطى الله عطاه لان كلا الطرفين كنمثلوهم كنمثلوا الطرف اللي مستافد وكنمثلوا الطرف اللي ما مستافدش. حاليا حنا الى خصنا نكونوا جديين ونكونوا عمليين ونحاولوا باي طريقه كانت نخرجوا هذا المشروع هذا 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 الشطر الثاني في اقرب وقت وشكرا هذا هو المهم في هذا الشيء. السلام عليكم. باش نهدلو شي شويه ما ندوزوش الشطر الثاني ديريكت هاد الناس اللي راهم كيغوتوا برا راهم حتى هما مواطنين وحتى هما تقصر على الاقل انا ما حضرتش في النقاش الاول كنعتذر على الاقل اللوائح او اللائحه ديال هاد الباعه المتجولين اللي استافدوا تعلق على الاقل نبردوا النفوس ديال هاد الناس هادو اللي راهم ما نعرف شنو مفكرين واش كاين شي تلاعب واش كاين شي حاجه حنا الا ما فكرشناش العجينه نعلقوا بعدا غير اللوائح نعلقوا اللائحه ديال هادو اللي استافدوا باش هاد الناس هادو يشوفوا باللي هادوك اللي استافدوا راهم باعه متجولين او لا على الاقل بردوهم شي شويه ماشي ندوزوا الشطر الثاني ايام هذا راه ما كاينش دابا كنناقشوا واحد المبدا اللي هو ما كاينش اختلاف عليه اساسا ندوزوا الشطر الثاني وندوزوا الشطر الثالث وندوزوا الشطر الرابع كاع ما حد باقي عاد خاصنا نزيدوا حنا ما عندنا مشكل الا عندنا البلاصه وكان المبادره ما كان مشكل ولكن اللوائح وهذا راه مطلب على جد داخله دابا وكيطالبوا باش تعلق اللائحه ومن حقهم ومن حقنا حتى حنايا لحقاش انا حضرت الوقيته اللي كانوا كيعزلوا الناس كنختاروا لحقاش حنا راه حنا بقينا راه ولينا كنختاروا نيت في الناس وحنا نيت حنا كتختار فينا بعدا بالمناسبه يعرفوا شكون هما اللي راهم مستافدين خصنا نعرفوا وانا وحده منهم باغي نعرف شكون اللي مستافد هو ولد العيون ما غاديش نهضروا عليها لا ما غاديش نتناقشوا بصح واش علاش يتقصى هذا ويتخاد هذا ولا ما كانش اصلا ما كانش في الاول في الاختيارات الاولين يعني مع المجموعه اللي كانت في الاول علاش تحيد واحد ويرجع الاخر ولا كان عندنا حنايا الغلط يتصحح الى الناس اللي كانوا هما اللي كاينين في اللوائح غادي صافي غادي يكونوا حنايا صافي راه برد الخاطر ديالنا وبرد الخاطر حتى ديال هذا المواطن هذا اللي راه عنده مشاكل. نعم انت الوقت ديالك كافي خديجه لا باقي سي حسن دابا باقي سي حسن دابا ملي ولينا غادي نوليو في الوقت ديالي ولا من باش في الوقت ديالي انا خصني ناخذ الوقت ديالي وخصني ناخذ الحق ديالي باش ما كان باش ما كان وغادي نخرج دابا على الموضوع كاع ساعه الباشا انا جايه على حسابك اليوم نقطه نضال وغادي ناخذها الا باغي نكملوا هذه الجلسه هذه كما كتختاروا في الناس باع المتجولين كتختاروا فينا حنايا انايا كمجلس وكدير الفتنه وهاد الفتنه ماشي مزيانه ليك ماشي لا مزيانه ليك ولا لينا درتي لنا الفتنه حنايا كحزب وغادي ترجع هاد الفتنه هادي غادي ترجع للمجلس وهذا خطا باش من صفه واش من كاليبر كنتي كتختار في الناس ديال اللجنه ديال المبادره الوطنيه بما اننا راه حنا كنناقشوا بعدا حاجه ديال اللجنه الوطنيه ديال اللجنه ديال التنميه الوطنيه البشريه هذا باش من اش من كاليبر كنتي كتختار اش من غربال كنتي كتخربل به علاش هذاك علاش هذاك مع العلم انني انا ما عندي مشكل غير باش نكونوا واضحين علاش تمشي تعزل راني كنسولك اساعد باش انت مجبر انك تجاوبني وما غاديش ندوزو هادي حتى تجاوبني انا ما غاديش سي حسن الله يرحم الوالدين كاين سؤال السلطه دارت لجنه ما من حقوش يختار في البشر حنا ماشي بطاطا حنا ماشي بطاطا يعلمنا ونعطيوه واحد من عندنا يجاوبني اش من كاليبر كان كيختار فينا الوقيته ديال الزيتون دابا راه حنا كنغربلو
انا سي حسن الله الوليد جاوبني دوزو سي جاوبني دوزو لحقاش انا هذا الامر هذا راه كيتعلق بهذا الشيء هذه اللجنه هذه واش من باش من صفه هو اختار ولا عنده شي قانون كيقول باللي هو عنده الحق يختار بهذا وهذا يجبدوا لي دركي باش انا نسكت باش انا نجمع راسي ونخرج كاع ونحب كاع الاستقاله ما كان حتى مشكل هانيه صح انا خصني جواب دابا واضح وصريح جاوبني سولت يجاوبني السي حسن السي حسن هو مسؤول قدامي جاوبني السي حسن السي حسن ما بغيناش نبقاو نديرو سميتو انا هضرت خصني جواب راه ما غاديش ندوز هاد النقطه هادي الا ما تجاوب وغير ما ترد عليا باش نقولوا هاد القضيه اللي راه وقعت بعدا في الدوره اللي فاتت في الولايه اللي فاتت وجيت لعندك انا وازدر والحاج مربوح وقلنا لك اشنو كاين اشنو كاين مزيان تراجعتي ورجعتي وليتي عاوتاني عاد صفطت كل واحد كل حزب حزب يعطي واحد من عنده دابا قول لي انا بغيت نعرف شمن غربال باش غربلتي باش كي درتي غربلتي واش من كاليب واه لا ما عطيتينيش الجواب كان فعلا عاد تعطيني الجواب لا من الاول سولت باحترام وباقا كنهضر باحترام ونعلي صوتي ما نعليش هذاك الشغل شغلي انا تعطيني الجواب ديالي هذاك هذا بالحوار انا ما مأدباش سجل لي الكاتب سجل لي الله يرضي عليك الهضره اللي كنقولها دابا نلقاها في المحضر راه الجلسه مفتوحه نلقاها في المحضر لحقاش انا بغيت نتبع هذا الموضوع هذا غادي تجاوبني انايا وغادي تجاوب شوف سي محمد سي محمد تجاوبني انا اللي سولت تجاوبني انا وما عمرو تخطاني اسمعتي ولا انا ماشي راني هنايا في المعارضه حتى راني صايم انا نقدر نخدم من الشارع ماشي من المعارضه اتونسيون تقصيني من شي بلاصه واتونسيون تعدان تفضل جاوب مجبور انك تجاوب يعني بكل الحالات خصك تجاوب انا غادي نجاوبك اولا هذه نقطه خارج ذو الاعمال هذه نقطه في النظام هذه داخل ذو الاعمال علاش لحقاش كاينه لجنه وهذه اللجنه هذه هي اللي غادي تشوفها السوق النموذجي غادي دير ليه ياك خصني نعرف انا كيفاش انا ما ساليش غير هضر انت انا ما ساليش ما رانيش مزالية وراني مزالية اليوم غيري لحقاش انا ما فهمتكش عاد كيفاش زعما بصريح العبارة ما فهمتش كترمي لقيدة على اليسار ما فهمتش لا انا خصني جواب السي حسن انا خصني الجواب انا خصني الجواب يجاوب يجاوب ما حسوش انايا يجاوب ما حسوش انايا يجاوب يجاوبني باش نسكت انا يجاوبني يرد عليا هو انه هاد النقطه اللي خارج ذو الاعمال والقانون الداخلي كيمنع اننا نناقشوا اي نقطه خارج ذو الاعمال ومحتاج ها هي زربها باش ما يخليك الله يخليك لا بابا غادي نزربها هي انايا في الخدمه ديالي كمل لي شنو الكاليبر اللي عندك خارج نقطه الاعمال نقطه باش ذو الاعمال ما كايناش تفضلي المصالح البشوية وغادي نجاوبوك نعم لا 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 قلنا احنا معنيين وشكرا الا كنا احنا قلنا احنا معنيين تقول لي واش من كارير راه خاصك باشا تقول لي واش من كارير بنتي عندك كيفاش تصار به وريني اسي حاجه انا ما غاديش ندوز ما غاديش ندوز انا راه يجاوبني عاد ندوز سي نورا ما كاينش هضر يجاوبني ومن حقي يجاوبني انا من حقي سي حسن يجاوبني لحقاش الا ما جاوبنيش ما غاديش نتعاجب بصالح العباره شنو هو يجاوبني ما غاديش نتعاجب يجاوبني السؤال ديالي واضح السؤال ديالي واضح وصريح وما فيش لا من هنا ما فيش ما درتلكش بياج ما كاينش بياج انا سولت كي درتي عيطت لهاد الناس واش حنا ما كنتشافوش كيفاش زعما
تفضل، ولا شي حاجه عندك قانون فيها تفضل، ولا عندك شي حاجه ما بين السوق تفضل. نفس النطاق السي ناجي، وخاش انا ما غاديش ندوز نفس النطاق، خاصني نعرف لا نفس النطاق نفس النطاق. بالنسبه لك انت الميساج تاعك راه واضح، ولا واحد يسمعني واسمع لك وانا عشتي يجاوبني وانا عشتي يجاوبني خليني نشوف الفكره ديالك انا نهضر في نفس الموضوع الميساج الميساج تاعك واضح وبين العيان كامل وفهمناه كلشي فهمو السيد الباشا ما جاوش عليه قال لك اتصلي بالمصالح الخارجيه تاعك واسمحي لي خليني نكمل لك اخ خديجه قلت لك راه حنا فهمنا الميساج خامج وبنتي ماشي خامج ولا كيفاش انا واش نفهم معناها واش حنا عبيد ولا بيضا خامجه وبيضا مزيانه ولا اخ خديجه شوف انا جواب واضح الا عنده الا بصح راه عنده شي حاجه باش نحزم وشي حاجه اللي نيشان يجاوبني يرد عليا شوف انا باين الميساج واضح نتاعك يو واضح يجاوب يلاه هضروا معاه علاش كتهضروا معايا يا انا لا لان شوف دركي شوف كل واحد الاختصاص تاعو اختصاص كيفاش اختصاص حنا كندور في نقط وهو هاد النقط هادو من ضمنها كاين واحد اللجنه تكونات لا ماشي خارج البلديه وقت كانت خارج البلديه كانت تحت البلديه صحيح صح انا هو ما ناخذ الجواب سمعتو ما ناخذ الجواب ما غادي يعطيني الجواب سيف عليه يعطيني الجواب هو مجبور انه يعطيني الجواب يعطيني جواب لا 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 باش افصل بالموضوع افصل بالموضوع سمعتيني ولا كتعلق بالاعضاء كتعلق بالاعضاء ماشي بالمواطن برا راه كتعلق بينا حنايا هنا انا كنقول لك جاوبني الا عندك الا عندك شي حاجه قانونيه جاوبني فيها كاينه قانونيه تفضل لا 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 انا بغيت هنا انا شوف واش بغيتو تكملو الجدول ولا لا او ما تجاوبني سمعتي لا دابا غير سمعتي جاوبني على شي حاجه اسي حسن انا ما كنديرش الفضه هكا انا هضرت معاك اسي حسن ما عطيتونيش هضرت مع السيد نجمي ما عطيتونيش الجواب انا بغيت الجواب هنا وعلى العالم بالعربيه بغيتو على العالم قول لي واش من كاليب واش من كاليب اللي كان كيختار به دابا انا غادي نشوف واحد الظروف سيدي انا هاني ساكته سي حسن شوف انا عندي واحد القضيه شوف راه حتى الفكره ديال كما قال السي عبد المجيد وصلت السيد الباشا كيقول لك نوضح لك ونوضح داخل لا انا هضرتي تاعي داخل لا ما كان لا يوضح لي واش اش كلمات 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 اش هاد الناس هادو انا اصحابي وكنعرفهم وجيراني وفيهم اللي ما نعرفهاش شنو ياك عندي معاهم علاقات ما يجيش انا هو يرمي لي الفتيله ويجي خارج هو في يديه فوق راسو لا لا ما يخلينيش نتصافح كاع انايا من الاول ما يخلينيش نتصافح معاك نتايا دابا هادي الثانيه حتى هي ما يخلينيش نهضر مع السيد بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك يجاوبني يلا تفضل السيد باشا سير حالا ديري سير حالا ديري وغير سير انا معك
سي وادي عطار، سي محيط القاسم، سي سيمان القاسمي، سي زهير سلامه. من زهير سلامه؟ واه واه. عبد المطلب، سكون جاك عبد المطلب، سي عماد الحجازي، سي ميمون، ولا ميمون ربما مبسوط، لا مبسوط. رايس وشي زين شلون بدك هو ما عجبنيش ولا ما اصحابنا ما جاوبوا لا شكرا دابا بغاو يفرشوا داك الكتب هنا بغاو يفرشوها الرئيس اخويا انا قلت له غادي نفكروا فكروا حيتونا بالشعارات ولود الشعب الضحيه مجالس جات وجات والحاله هي هي حيتونا بالشعارات ولود الشعب الضحيه مجالس جات وجات والحاله هي هي حيتونا بالشعارات ولود الشعب الضحيه مجالس جات وجات والحاله هي هي حيتونا بالشعارات ولود الشعب الضحيه مجالس جات وجات الحمد لله بصفتي عضو جماعي هذا المجلس حاول يتستر هذا يتستر على واحد المشروع تاع 236 مليون هذا عندهم واحد المقرر 82 اللي كان هذه اللائحه ملزمين باش ينقحوها تستروا عليها لان صدق عليها المجلس السابق وردوها دابا الله يرحمكم الوالدين هذا الشيء اللي راه داروه راه ما خدامش انا كان طعنان قلت لهم راكم غادي ندير الطعن هذا الشيء اللي داروه راه ما خدامش هذا الشيء اللي داروه راه بيناتهم كاينه مؤامره مع السلطه المحليه الاداريه باش تشتروا على رئيس المبادره البشريه بالعيون هو الباشا شخص الباشا التلقيحات العريضه راه ما تنقحتش فيها تعليمات الملكيه تاع سيدنا الله ينصرو اضربوها في زيرو ضربوها في صفر تعليمات الملك هادو جايبين ناس طحوانات تجار جابوهم نقلوا هنا وقت البائعين المتجولين هما مساكين كيدوروا ها هما كيدوروا ها وانا كنطالبوا 236 مليون تاع المبادره البشريه غير يقولوا لنا فين راها كاين جوج هذا المشروع راه متوازي في زوج فيه فيه جمعيات تجار صغار وفيه جمعيات الفواكه والخضار فين مشات الجمعيه الزوجه فين مشى المشروع ديالها فيه 236 مليون المجلس باغي يتستر ولهذا انا نحاول نبلغ كعضو جماعي كنبلغ المواطنين وكنبلغ حتى المسؤولين السلام عليكم انا رايت مسجل في الجمعيه وها هما عندي وثائق شوف هذا هاتو ها هذا مسجل هذا ها
التالي حتى التالي واخا واش اسمح لي اسمح لي اسمح لي وانا من 81 وانا بائع متجول كندفع كروسه شوف والعضو عضو كيرفع يدو ما كيعرفش علاش عضو جماعي مع الاسف الشديد كيصوت وما عارفش علاش اغلبيه ديالهم ما عارفينش حقرونا اغلبيه ديالهم ما عارفينش وهذا مشروع هو شكل علي ولا علينا مشروع تاع 236 مليون ها هو حوايجنا هو تاع 236 ها هو 236 مليون ها هي ها هي علما ان المشروع مقيوم في 600 مليون و 636 ها هو مشروع انا بغينا نعرفوا هاد 236 مليون اللي خصاو فيها 131 واحد وخصاو الناس اللي عندهم الاحقيه خصاوهم وداروا شغلهم كاين الناس عندهم حوانت والشيوخ الشيوخ كيسجلوا مخدمين كيسجلوا واش هذه هي التعليمات الملكيه هذه ماشي تعليمات هذه حكره هذه حكره هذه قمه تاع الاحتقار وهما كيتحاولوا كاين شوف رفض رفض هذا شوف هذا التناقض ها هي اللائحه نتاع 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 الازقه ها هي نتاع البائعين الخضر الفواكه ها هي وجالسينها اللائحه يجبدوا لنا اللائحه ودابا بغاو يدوخوا الناس على اساس انهم غادي يزيدوا واحد اخر مرتين اخر ها هو راه كان خلق كان اختلاسات 236 مليون بغينا نعرفوها فين كاينه فين راها 236 مليون 236 مليون مشروع ها هو ها واش غادي نبقاو غير نزيدو حنا نزيدو حنا غير في 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 الاسواق ها هي 236 مليون 236 مليون ها كاين جوج مشاريع غادي نعطيكم باش المواطن خصو يفهم هذا مشروع دار واش غادي نعطيك غادي نعطيك هذا مشروع دارته المبادره البشريه ها هو فيه 636 مليون و340500 يعني تبناوه جوج جمعيات الاعمال الاجتماعيه للتجار وجمعيات تاع لي مارشي ديري كيقول لك جمعيات الخضر والفواكه هادو 400 مليون ها هو داروا هنا وداروا واحد الناس اللي ما داروا التجار ما عندهمش علاقه مع التعليمات الملكيه علما ان التعليمات الملكيه كتنص على اساس التجار المتجولين ماشي التجار اللي عندهم الحوانت والمشروع الثاني ها هو هما متوازيين مشروعين متوازيين في اني واحد خصهم يخرجوا ها 236 مليون ها هي 236 فيها 131 واحد فين راها فين راها وعلما ان هاد الاخوت ها شوف علما انه ضافوهم ها انت شوف شوف ها هي ها اللائحه ضافوها ها داروا لها ها هي نقحوا اللائحه النهائيه ها هي قرا هو كيصاوب السيد هانت شوف كيقول لك تابع الموضوع المشار اليه يشرفني اطلب منكم الحضور الى مقر نادي هولسيم يوم الخميس كذا 8 على الساعه 10 ونص صباحا وذلك لاجل المصادقه على اللائحه النهائيه لباعة الجائلين بالازقه هذه اللائحه والمشروع في الراء 236 في الراء وكاين اقصاء وكاين اقصاء نتاع الناس ها هما كيعيطوا لهم كيقصيهم ها هما كيعيطوا لهم كيقصيهم وتخلط الحابل والنبيل انا مستعد مساعد نمشي للحبس هاد الناس هادي ما كانتش مزوره واللي من وراءها اقولها هو رئيس لجنه نتاع البشر الوطنيه هو الباشا صاحب الجلاله هو الباشا هو اللي دار هاد الخروقات هو والمقدمين والشيوخ اللي فتح العين المقدمين والشيوخ يديروا اللي بغاو جمعيه خطيها جمعيه خطيها راه درنا معها دارت لنا توضيحات ان لقينا جمعيه خطيها كل شيء من الباشا هذا كل شيء من الباشا هو اللي دار هاد الخروقات وهما غادي نعطيهم لك كاع كاين المحكمة كاين الدولة غادي نتابعوا القانون بوحدها كاين المحكمة غادي نعطيك المعلومة سيفت السلام عليكم سيفتي بأحد المستفيدين ب 2016 دزت في اللجنة فوقوا لي بإجماع أنني نستافد من ضمن دوك الناس ديال 334 مستفيد أنني من جيت للحق ما لقيتش راسي ما لقيتش راسي وهادو تعليمات جلالة الملك عطاهم الجماعة المتجولين جاهد هاد الباشا وجاهد أعوان السلطة داروا اللي بغاو ما عرفناش لا لا محمد رسول الله اللي من نشكي وكنطلبوا بجلالة الملك الله ينصرو ياخذنا حقنا يا ربي تنصرك خذنا حقنا هذا مقرر كتبوا لنا القانون الأساسي نتاع الصفة نتاع التجار ماشي نتاع باع الجائلين البنود ديال القانون الأساسي في كل التجارة ما عندكش فايدة 2000 درهم ما تدخلش مقصي خاصك فايت 2000 درهم راه عندهم بونود يجيب القانون الاساسي نتاع 2016 اللي خشاونا لاننا ما كندخلوش فايت 2000 درهم 500 فرنك الفوق ما هنا ما عندناش هنا
حنا في الراجه ما عندناش، بقينا عاد يعطونا يحسنونا الوضعيه، يعطونا المحلات نقدروا نطوروا راسنا، تقدر البايكات عندنا، تقدر ان شاء الله نجي نشري ونعدلوا تحسن الوضعيه ديالنا. هادو خلونا متشردين حتى اليوم، ذاك الوقت صاحب الجلاله عطاها الناس باع المجائلين، باع الجائلين وعطاها الناس المقصيين، المقصيين هما المشردين. عاد اليوم دخلوا المشردين في 2021، علاش ما دخلوهمش في 2016؟ علاش دخلوهم في 2021؟ بلا امكان عاد في الخيال. المجلس فاشل، المجلس فاشل، ما عندوش جرأة، كيسردونا ما عارفش علاش، وها سيدو كيظلم هاد الناس المساكين، كيظلم هاد الناس وما عارفش علاش. داولنا حقنا، داولنا حقنا، ظلمونا. حنا كنطلبوا من جلالة الملك يشوف لنا في هذه القضية هذه، حنا محكورين في هذه البلاد، كاين الإنسان اللي بر ما يفتوش في الزنقة وما داش، وكاين اللي تاجر عنده حانوت، عنده كاميون، عندهم المهم واش غادي نقول لك، وكان جيت أنا نكسب ذاك الشيء ما غاديش نطبع أنا في هذه الحوايج هذو، أنا حتى الدار فين نسكن ما عنديش، دايما راني في الزنقة، البرد عليا والشتاء عليا والعجاج عليا، وبالتالي خلاوني حتى هما وثيق عندي، وبالتالي ما كاين والو. وداهم كاين ثلاثة ديال الخوت مستافدين، ربعة ديال الخوت مستافدين، اللي عندها أختها أختو وظيفة استافد استافد خوها، واللي عنده شي واحد معرفة استافد، وحنا ضرمينا للدوج، محقورين محقورين، حنا رانا محقورين في هاد البلاد، حنا بحال اللي ماشي مغاربة حنا. ودوك كنطلبوا من السلطات ومن جلالة الملك نصره الله يشوف لنا حقنا، هاد الشيء اللي كنطلبوا. أنا تجي في 2016 عندي ربعة الوليدات كنخدم عليهم، عندي كروسطة ثقيلة كنديها مشيت باروتي ونديها مشيت البوشطة القديمة ونديها 11 سنة وأنا كنبيع ونشري تما، كنحط سلعة في الضرب اللي كان ولي ما كنقدش نوصلها، كانوا جاو سجلونا فعلا، اللي تسجلنا مع اللي جاو يخلصوهم، جيت أنا قال لي أنت ما راكش تاخذ تما، مشيت درت واحد الطالات الباشاوية الآخر استدعاوني عطوني استدعاء عاود، جيت هنا المقاطعة حضرت معاهم بالإجماع، والإجماع كاع حاضرين، وفعلا قالوا لهم هاد السيد واه كيسرح بالجمعية بالعضوية تاع مرتضى محمود العمراوي، راه حاضرة حاضرين الجمعية، قالوا كيسرح فعلا ملي كيسرح سيدي العمراوي الورقة وهاد الشيء وسيد فيها، جيت خوات المهم واحد الساعة مشيت باش نمشي للباشاوية باش نشوف الورقة، قال لي كما داخل في لاليست، وكنطلب انا علاش هاد الشيء، علاش ما دخلتش لاليست جوج خرات، وانا قديم تما، انا الاول تما كنسرح، وكنطلب منهم عطوني فلوس. الربيع متجولها وما عندي حتى، عندي رخص كاع، عندي رخص انا كاع. بائع متجول باين، انا سجلت في اللو، انا سجلت في الاول كاع اللي داروا الجمعيه عند الاخر هذيك رئيس الجمعيه، خلصت 10000 منين جيت انا هذه سيروي الاحوان، انت جيت قال لك راه قلع لك قلع لك الباشا والقايد، ردوك مع اصحاب الكراه، راه عاد 100 درهم عندهم ربحي، راني مسجل خرجوني والو، واش هادي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا محمد رسول الله. السلام عليكم، هنا واحد الشارع، لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا واحد الشارع تاع الفراشه اللي جينا ما بعد 2016 تقريبا 2018 2017، من بعد اللي سمعنا انه كيسجلوا في الجمعيه او كينخرطوا باش يستافدوا، كنمشيو عند الرئيس تاع الجمعيه سواء تاع الخطاره او تاع الفراشه، كيقول لنا انت ماشي فراش، يعني كيقول لك خصني نكون كنشوفك حدايا، ولا ما عرف شنو المعايير اللي كيعتمد انه باش يشهدك هو كفراش، ما عرفناش كاع كيفاش جا باش تحط، باش هو يحكم عليا فراش ولا ماشي فراش، ما قدروش يسجلونا. من بعد ملي فتحوا هذا السوق جينا حنا كنحتجوا على الاقصاء ديالنا، كيقول لك انت كيواجهونا بهذه، كيقول لك انت راك اصلا ما مسجلش، يعني ماشي ضمن فراشه، كيفاش انت قصيت في 2017 الشفوية، يعني ما عطيتنيش حتى الفرصه باش نسجل كفراش، راه بالسيف دابا تجي تقول لي راك انت ماشي فراش، لذلك حنا الشريحه اللي من 2017 ل 2018 اللي هنا راه كذلك كنتسائلوا على المصير ديالنا بعد فتح هذا السوق النموذجي، حنا ما كنطالبوش اننا نستافدوا مع الشريحه تاع 2016، حيتاش كيقولوا لك هما راه العدد اللي كيضم هذا السوق هذا يعني واحد العدد قليل ما يمكنش يضمكم كاملين، لذلك حنا الشريحه تاع 2017 ل 2018 اللي هنا كنتسائلوا شنو المصير ديالنا من بعد ما يتفتح هذا السوق، حيتاش حنا عارفين شنو غادي يجي من بعد، حيتاش الهدف من هادشي هو النظافه، ما يبقاش فراش في الشارع،
حنا عارفين انهم اللي غادي يسالي هذا الشيء غادي يجيو يجريو علينا حنا في الشارع، وديك الساعه شنو هو المصير ديالنا؟ كنتسالوا السؤال موجه للسلطات المحليه والمجلس البلدي، شنو هو المصير ديالنا من بعد ما يتحل السوق؟ يعني واش فين غادي نمشيو حنا ملي غادي تجي تجري علينا؟ لذلك حنايا راه الا ما وفرتولناش، حنا كنقولوها وكنعاودوها، راه ما وفرتولناش واحد المكان خاص وفيه واحد الجوده، ما غاديش ترمينا حنا في واحد المكان اللي ما كيجي عندنا حتى شي واحد. دابا حاليا رامينا شي طلاكه، ما كيجي عندنا حتى شي واحد، كنفرشوا السلعه ديالنا، كطيح عليها الشتاء، كطيح عليها الغبره، الا ما غير ذلك وما كنستافدوا ما والو، كلشي كيطيح وما كنستافدوا حتى شي حاجه. ملي كنبغيو نخرجوا حنايا السلعه ديالنا للشارع فين كاين واحد الرواج اقتصادي، كيجيو كيجمعوها علينا ولا كتكرفصوا علينا. لذلك حنا راه ما غاديش نسكتوا على حقنا، وكنطالبوا المجلس البلدي انه الى هذا السوق النموذجي ما يقدرش يطلبوا جميع الشرائح، يحاولوا يديروا الناس جوج ولا ثلاثه، هما جميع المدن مثلا تواريت فيها تقريبا شي خمسه ولا سبعه، علاش العيون فيها تقريبا 45,000 نسمه، واش هي غادي يكون فيها سوق واحد؟ ما يمكنش. متحيات. انا رايي حاط طلب زوال اربع سنين، وقال لي الباشا جيب باش كنت غايب، قلت له كنت مريض، قال لي جيب لي طلب باش كنت مريض، قال لي جيب لي الشواهد، قلت له جيب كتاب راه موجود عرفت، والطابله ديالي ها هي اربع سنوات محطوطه تما، راه مازال لي حد لان كان 20 نهار ثلاثه كنحل، ولكن باش نخرج باش نمشيها كلها ضعيف عيان، وكان عندي السكر، كان عندي لانسونسيون، عندي كدا، دابا مجالس مشات وجاب، والحالة هي فشل، عيتونا بالشعارات، ولاد الشعب الضحية، مجالس مشات وجاب، والحالة هي عيتونا بالشعارات، ولاد الشعب الضحية، المجالس مشات وجاب، والحالة هي عيتونا بالشعارات، ولاد الشعب الضحية، المجالس مشات وجاب، والحالة هي هي عيتونا بالشعارات، والحالة هي هي بشار مسؤول، هادشي ماشي معقول يا باشا يا 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 مسؤول، يا رياس يا مسؤول هادشي ماشي معقول، 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 سوا اليوم سوا غدا والحق ولا بد، سوا اليوم سوا غدا والحق ولا بد، سوا اليوم سوا غدا والحق ولا بد، سوا اليوم سوا غدا بالوحدة والصمود والحقوق ستعود، بالوحدة والصمود ستعود، بالوحدة والصمود والحقوق ستعود، بالوحدة والصمود والحقوق ستعود، بالوحدة والصمود. يعني ما كاينش اشكال كبير بالنسبه للمصرف الخزينه الامريكي، ولكن واش هو اللي اهم هو انه نقلبوا ونلقاو الشركاء اللي غادي يستافدوا من هاد الباعه الجائعين اللي مازال ما استافدوش، اللي ربما كاين البعض اللي كيحس بانه مقصيد، ولكن يعني ديما ناكد بانه كتبقى ماشي من الصلاحيات ديال المجلس، ماشي من الاختصاص ديالو انه يختار، لان ما تعطاتناش حنا الصلاحيه اننا نختاروا فهذا او لهذاك، يبقى اذا غير ربما ما دام اننا كناقشوا هذه الامكانيه ديال الاخر، حنا غادي نمشيو ربما اما كما قلت اما دار لجنه، اما نداولوا فيها على جلسه عمل كيفاش يكون، وكنعتقد ربما تكون واحد جلسه عمل اللي نشوفوا السبل باش نخرجوا المشروع او الشطر الثاني، ونبحثوا على الشركاء هذو اللي كيبان لي احسن لكم واحد جلسه عمل يشاركوا فيها اما واحد المجموعه ديال الاعضاء ديال المجلس الحالي اللي كاين حاضرين، او لا نحيلوها على لجنه من لجان، كتبقى الاختيار الساده اعضاء المجلس، اللي هو اهم هو اننا نتشبثوا باش نلقاو كما قال السي عبد المجيد، ان الا جينا لتوليت ان واحد العدد كاين واحد 500 مركبات، حنا عندنا يلاه 183
فعلا ربما كاين الطلب اكثر والعرض اقل، ولكن هذا ما يعنيش اننا غادي كما يقولوا حتى حنا بجنب هذه المساله ونناضلوا معهم على انه حتى هما يستافدوا ويكون عندهم محلات. حنا ما كرهناش شيء اننا نلقاو المدينه ديالنا ما فيهاش بائعين جائعين، وان يكون عندهم اماكن مخصصه باش يمارسوا التجاره ديالهم بواحد الشكل مريح، وحتى اننا حنا بالنسبه للمجلس ما يكونش داك الاحتلال مفرط للملك العام، يكون داك الشيء منظم. اذا الاخوان اقتراحات جوج، اما اننا نديروا واحد الجلسه من داخل المجلس اللي غادي في بدلات جلسه عمل خصو الاخوه اللي غيشاركوا فيها، او نحيلوها على الجنان اللي جان كتشوفوا بين عند الاختصاص باش تناقش وتبحث على شركاء وتفعل هذه النقطه هذه بطبيعه الحال باتفاق وبالتشارك مع اما الجمعيه ديال هاد الناس هاد اللي باقيين مستعدينش في اطار جمعيه، او لا في اطار واحد الناس اللي راهم في اللائحه ديال الانتظار. بطبيعه الحال غادي تاخذوا الاعتبار كمقرر ديال المجلس او كاختيار مفروض علينا، واننا ناخذوا هاد الناس اللي حاسين بانهم مقصيين وما يشاركوا معنا يكونوا محليين بهذه العمليه او بهذا الشطر الثاني. يعني لابد خص يكون واحد التنسيق مع الجمعيه الحاليه ومع اللجنه اللي كانت سابقا من القوات الوطنيه اللي عندها لائحه ديال الناس اللي هما ما استافدوش، يحاولوا يدمجوا ويكون عندهم اسباقيه في هذا الملف هذا او في هذا الشطر الثاني. اذا الاخوان اقترح لكم السي محيط. السيد الرئيس لي واحد الاقتراح اذا كان ممكن بالنسبه للمشروع ديال 200 مليون، غير هيك كتوضح على صدقنا هنايا في المجلس السابق على 400 مليون ديال السكن النموذجي اللي كاين حاليا، 200 مليون لم نصادق عليه. انا كنقترح ربما نرفع واحد الملتمس حتى للسيد العامل، غادي كنكمل المشاريع المبرمجه، مثلها مثل الدياليز مثلا راه كان مشروع مبرمج، وان كانت المرحله الثالثه يعني ما كان يعني ما غير معنيه بهذه المشاريع، ولكن واحد المشاريع اللي كانت مبرمجه نرفع واحد الملتمس للسيد العامل ربما تكون شي اعتمادات باقيه ولا فهاد الاخر. شكرا سي محمد. ملتمس من اجل ابلاغ على 200 مليون ونجمعها وتكون مع هاد الجمعيه ان شاء الله. تفضل سي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول. شكرا سيادة الرئيس. بالنسبه للسوق النموذجي ولي واقيلا خروج السوق النموذجي هذه واحد الاضافه للمدينه تاع العين. يمكن المجلس ولا المجالس السابقه يعني ما استفدتش من المبادره الوطنيه للتنميه باش تخلق هذه الفضاءات التنشيطيه للركود اللي راه واقع فيه. انا كنشوف هذاك بغض النظر عن الحيتيات اللي فاتت عليها والكلام بزاف اللي تهضر على هذا السوق النموذجي، حنا كمجلس الحالي خصو يمشي في هذا الاتجاه نتاع انه خلق بزاف نتاع المشاريع المدره للدخل لهاد الناس. غير المبادره للتنميه البشريه اللي تلقاها صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله تلقاها للاستفاده نتاع الناس اللي كتعاني من الهشاشه. الهشاشه والفقر. ايوا خص المجلس تكون عند واحد التصور في مستقبلا على ان هاد الناس اللي كيعانوا من الهشاشه والفقر هما اللي يستافدوا. الا غادي نمشيو في هذا الطرح نتاع اننا غادي نبحثوا على الامكانيات الماليه، ولا خصنا نخصصوا بعدا الوقعه الارضيه اللي غادي تكون فيها ونترافعوا على هاد المسائل اللي ترافع عليها المجلس ولا اللجنه كي قال الرئيس، وخصنا هاد الاستفاده ديال حال الناس اللي تقصى. السلام عليكم. شكرا على التدخل السي حسن. تدخل بالنسبه لك تدخل بشيط فعلا، حنا غير باش حنا هاد الناس اللي باقيين ما استفادوش بطبيعه الحال غير واش هو اللي واحد التقصي حقيقي بكل واضح، واحد التقصي حقيقي. تفضل الرئيس اخويا غير يبان لي المشروع اللي بقى يملي المسائل تاع المشروع اللي تبنى هي 10 شهور اللي كانت مخصصه للمشروع ماشي، ولكن حنايا من 2016 حتى 2021 الى مشروع بحال هذا غادي ينمي لنا المدينه ولا غادي يستافدوا به الساكنه ويقعد 5 سنين مشكله هذا. وكتخصصوا ولدوا كيك فلوس كانت ولحد الان المشروع مازال ما استافدوش به المواطنين، فين كاين الاشكال؟ واش هو العراقيل اللي كانت؟ يعني خصنا حتى مستقبلا الى غادي نمشيو في هذا الطرح على اننا نديروا واحد المشاريع اللي يستافدوا بها المواطنين، غتكون شويه تاع السرعه شويه تاع سميتو تاع الخدمه.
تكون الا كان الفلوس موجوده العالي الزمان راه خصنا حتى هو نلعبوا عليه. علاش كنقولوا الا غادي نديروا واحد المشروع خصنا نخصوا بعد البقعه الارضيه نديروها اليوم نهضروا عليها اليوم. الا الامكانيه راه حنا كندرسوا الامكانيه باش اننا نديروا واحد المشروع اخر في اطار المشروع الثاني ولا اللي كانت مخصصه له كيقول لك 260 مليون راه كاينه في لاكيس نتاع المبادره الوطنيه للتنميه. معنى المجلس يفعل الدور نتاعو باش يجيب هذوك الفلوس باش يديروا المشروع نتاعو، ولكن الوقعه الارضيه خصنا نخصوها اليوم ونديروا بلاصه فين كاينه ونخليو المساله نتاع الناس اللي يستافدوا، وبلا ما يكون داك الفيلاج دائما هكا مفرش بديك الطريقه هكا. إذا كان بحثوا بصح على تحرير الملك العام ولا نظموا هذه المدينه تاع العيون راه خصها تنظم شويه. كاين الا غادي يستافدوا هاد الناس يعني الا غادي يديروا مشاريع اللي غادي يفكونا من هاد الازمات اللي كاينين يستافدوا بها المواطنين خصنا نبرمجوا لها ومسائل معقلانه وتكون واحد الاستراتيجي في الخدمه وتكون واحد العشوائيه في الخدمه. والسميع شكرا حسن، وفي التدخل ديالك والملاحظات ديالك يعني نشكرك عليها ملاحظات وجهها. راه هنا علاش كنقولوا حنا كان في عندنا هذا الملف طاب وطال بزاف. كما يقولوا شعب الاقدار انا نتلاقاو مع حنا كنجلس في البدايه ديالنا، انا باش نتلاقى مع واحد الميل مشروع بحال هذا، ولكن الاخوان نحييهم ونكونوا لان عندنا الشجاعه انه نبثوا فيه. وبطبيعه الحال نشكروا المجلس السابق للسيد الرئيس السابق ولا السيد باشا، نكونوا واضحين هادشي راه ماشي سهل، نكونوا واقعيين. انا عشت ربما هذه واحد الشهر راه ماشي بديك السهوله، ما كاين حتى شي واحد كره انه يكون مشروع بنا سي حسن ونشوفوا ناشطين وندخلوا له حتى حنا. بكل صراحه انا السوق هذاك السوق اول مره دخلت له حتى توليت الرئاسه ديال المجلس عجبني بواحد الشكل كثير. يعني نكونوا فخورين يكون عندنا ذاك النوع ديال ذاك الاسواق، خصوصا ملي كنشوفوا بان واحد الاعداد ديال المستفيدين يعني الا بغيت تقول خسروا فلوس باش يمجدوا المحلات ديالهم في واحد المستوى ربما اللي ما كناش كنشوفوه في العين. بكل وضوح راه كاين محلات الاخوان في اللجنه راه سهروا، يعني انا ملي كنرجع للملفات راه تيرى واحد المجموعه ديال الاجتماعات اللي داروا واحد العدد كبير. حال كاين بطبيعه الحال ربما غير توضيح ربما الاخوان لان كاين مشاكل اللي كانت كتخلي المشروع تاعو ماشي كوجه ماشي قضيه. مثلا كنباعد جايين طلبوا انه يكون واحد الطريق هو اللي دار ما بين سوق النموذجي، اذا المجلس خصو اعتمادات فتدور طلب واحد الوقت. كانوا عندهم متطلبات مثلا بالنسبه للاناره والمجلس دابا حنا حاليا يعني لقينا واحد الحل بان واش غادي تكون من الاناره. كاين بالنسبه للفوهات ديال المياه ديال الفوهات ديال الحريق الاطفاء، اذا كاين الاكراهات. هذاك المشروع ديالهم باش يديروا بداك الشكل. والمارشي ما تلونسات حتى 2018. اذا كاين الاكراهات ولكن فعلا خصها تكون السرعه. هذاك الشيء علاش قلنا سي حسن نزيدو نخليو نجرو، رغم اننا راه كنناقش واحد النقطه سناها ولكن لا باس اننا نناقشوها في هذا الهدوء. يعني كل هدوء كتناقش يمكن تناقش اكثر. ربما الاخت خديجه عندها شي تدخل ومر ذاك الوقيته. تفضلي. على حسب اللجنه اللي غادي نداروا، لا انا كنختار بلي تكون في اللجنه ديال التعمير او ميم طون اللي بغى يشارك خصنا نفتحوا الباب. هي تمشي للجنه ديال التعمير بما ان كاينه لجنه وديال التعمير ولا ما عرفتش انا اين هو اللي المهم اللجنه اللي غادي تكون اللجنه لا ويكون الباب مفتوح اللي بغى يشارك. هو انا نقولوا بالنسبه لهاد غير في هاد سميتو اذا مشينا نتفق معك ولكن مشينا للاختصاص ماشي للتعمير اسمحي لي كانت هي اما تمشي ديال التنميه ولا تمشي في الشغل الاقتصادي وينضم لها اللي بغى ماشي ديال الشؤون الاقتصاديه والتنميه لان هذا ما هو مالي او ديال التنميه. من التعمير على حسابها التعمير بحال بغينا نقول شويه يعني انا ما عرفاش شنو التسجيل انا التعمير عندي البنايه هي ولكن يعني بالنسبه اما يمشي في الشؤون الاقتصاديه والتنميه البشريه وينضم التنميه يعني هي التنميه لان المهم السميه كنعتقد ماشي بهذا ولكن الاخوان اللي بغاو يلتحقوا ماشي مشكل يعني غادي تخصوا شوف حنا ما نخصوهاش اللجنه. غير الا بغيتي نكمل هي هذه دابا ماشي هذا الشيء اللي باغي حنايا نناقشوا علاش نناقشوا فلوس؟
شنو غادي نناقشوا، شنو غادي تعطي مبادره. حنا غادي نناقشوا البلاصه فين غادي يكون المشروع. جات هكا بالنسبه للمشروع غادي تحيد المجلس يعني مليون تخصيص الاخر اللي خصو يتناقش الدور الشراكه ما كان هذه الشراكه التخصيص ديالها هو تخف. فاحنا كنهضروا على التنميه، يعني كنشوف التنميه هي شي دار هذا المشروع كنعطيو التنميه اصلا هو سيف المبادره التنميه البشريه. وحنا عندنا لجنه ديال الشؤون الاقتصاديه والتنميه البشريه كتدخل فيها وينضموا ليها الاخوان اللي بغاو. بغيتوا دير لجنه مصغره يعني اللي كيبقى للمجلس، ولكن كما شرح السي محيي بلي هي نقطه فيه مشكور انه ندير واحد الملتمس للسيد عامل الدخيل مادام انا هذا المشروع كان يعني وفعلا يعني الاهداف ديال المبادره خلال هذه المرحله هذه ما يعني مشات لتخصصات اخرى او لوجهه اخرى نديروا ملتمس للموقع الاخر ربما لان علاش لان فعلا هذه المجموعه ديال الناس اللي كيعتبروا لسانهم يعني او اللي كيحسوا بانهم قصيين نحاول تشملهم هذه المبادره هذه وتكمل الى ما كاينش نشوفوا شركاء. ولكن يعني ربما غادي تكون ان شاء الله نتفائلوا خير وربما يكون شي تجاوب من عند السيد العامل ولا يعطينا حلول او اللي يتمنى الاخوان عندنا المواد كنتذكر عندنا واحد الوقت عندنا ملزمين بواحد الوقت محدد باش ما السيد الرئيس على حسب الاختصاص انا كنشوف باللي اللجنه ديال المرافق كنظن جميله مشينا شوف غادي نديرو باش نكونوا نديرو لا غادي نديرو لجنه كتبع تقال المجلس من الان باش تكون فيها جميع اللجان مؤقته مؤقته لجنه مؤقته احسن باش باش كل واحد لينا علاش كل واحد راه في اللجنه ربما نديرو لجنه مؤقته منبثقه على المجلس ويكونوا فيها الاخوان اللي هو تكون واحد الهدف بغيتو نمشيو للهيئات بغيتو نمشيو للاخرى علاش باش ما يكونش واحد الهدف حتى باش حتى تنقل حتى الاجتماعات لان الا غنبغيو نناقشوها في اطار المجلس كان انا بكل صراحه يعني التجربه ملي كيكون واحد كاين امور كنناقشوها داخل اللجان كتكون يعني واحد كما يقولوا حتى التدخلات كتكون سريعه ومرتبه. اذا انا كنعتقد انه هذا ملتمس السيد عامل الكليل وفي نفس الوقت مع هذه الجنه الاخوان شوفوا انتم الطريقه بغيتوا نمشيو اللي بغى يكون في هذه الجنه يكون بغيتوا ديروا الهيئات السياسيه يعني يكونوا ممثلين عن كل هيئه سياسيه باش ما يكونش تقول لك الاقصاء ولا شي حاجه انتم اللي اختارتوا لكم الكلمه. شوف الجنة تختاروا كل مرة اللي يعني الأول هذه الجنة مؤقتة لتتبع هذا الملف ديال الشطر الثاني يعني غتكون هي اللي غتكون فهمت غادي تسمح لها شركاء غادي نبحثوا هذا الشطر اعتمادا واش الامكانيه ديال انه يحتفظوا بها ويكون الشطر الثاني ويكون بطبيعه الحال تنسيق مع اللجنه ديال المبادره وحتى مع هاد الباعه الجائلين اللي مقصرين يكون واحد التنسيق معاهم باش ان شاء الله نخرجوا. اذا نديروا احداث لجنه مؤقته يعني غنديروا ملتمس مع احداث لجنه مؤقته لتتبع هذا الملف. الاخوان شكون اللي بغا الا شفنا عدد كل واضح كان عدد كبير غادي يمشيو للهيئات السياسيه كان العدد يعني بحدود سبعه سته غادي نكونوا. اذا الاخوان ستة زيد واحد شوف انتوما لا ما ها؟ لا
انا هذه جمعه الرئيس صراحه الموسيقى ولا رئيس هو اللي كيتحمل المسؤوليه في التتبع ديال حيت لقينا مشكل في المجلس السابق انك واخا كتكون اللجنه ما يكونش واحد المسؤول في اللجنه ها هو لا ماشي هي إذا الإخوان الملتمس اللي كاين حاليا هو كيلتمس السيد عامل التكليف العامل التكليف من أجل إلقاء المبلغ المبرمج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث الشطر الثاني من السوق الخاص بالزراعة الجديدة للمدينة مع إحداث لجنة مؤقتة للمجلس لجنة مؤقتة اللي غادي تشتغل على هذا الملف فيها السيد رئيس المجلس فيها السي عبد المجيد غراب فيها السي بن تاج فيها السي بن قاسم المحيي فيها سي محمد طالب وفيها الاخت فرح محدوب والاخت خديجه كرم هاي راه لا لا والله لا كاينه خديجه راه جاي هاي 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 والله اذا هاي شوف احنا راه قلنا لك ديباك ديباش انه الشرط فيها هو انه غادي نمشيو لهاد اللي يحس انا نقولوا عندهم احساس رمزي لا شوف احنا كنت نسيق بطبيعه الحال راه الجناش قلنا على بغينا جنا من المجلس باش خدام من بعد غدا كما يقولوا وجينا ما نطيحوش في هذا الاشكال ديال اليوم راه هذه اللجنه هي التي تساءل امام المجلس انها فعلا واش بحثت في هاد الاشخاص اللي غادي يكونوا في الشطر الثاني ويبحثوا حتى في هاد الناس اللي مقصيين وتابعت حتى في اللائحه ديال الانتظار حنا هذا راه مخصص يمكن لائحه طبيعه علاش بدا غيكون التنسيق مع السلطه راه كان التنسيق مع السلطه المحليه ومع اللجنه اللي راه كاين محاضره ديال اللجنه السابقه طبيعه الحال كاين اضافات ديال الاشخاص اللي اللجنه كتشوفهم بانهم مقصين ما فيها باس الا زاد واحد العدد باش يكفيهم نغطيو هاد العدد الا كنا ماشي مضطرين اننا نبقاو كاين 131 ما مضطريش اننا ربما يكون تلمساعد نديرو فيها باش ماشي تدخلوا الا كان شي حدا مقصين اللي هو خص هاد اللجنه تشتغل في اقرب وقت خص تشتغل في اقرب وقت ونبينو ونقلبو على الشركاء راه كاين شركاء اللي ممكن احنا الاختصاص غادي يجي من حيث اختصاصوا للبعض اذا يا اخوان والتذكير راه 2003 اندارت ودارت هذا نفس هذا المقطع يعني باعها الجاهليه ولا نحلوا في هذه القاعه والظلمه وكذا اول دوره وقتاش اصلا 2003 ما كانش اللجنه ديالنا اللي كان هضر معاك انت ما كانش اللجنه ديالنا لا ليش واللي من المحاضر في القاعه ولا كان اول مشاكل خليني نكمل الهضره ديالنا ودروك فين خرجت والله الا شفت مع الناس اللي كانوا في 2003 باعها الجاهليه وما سهلش باش راه كاين باش ما نبقاوش لا شوف لا كاين انا غادي نشغل هذا الرجل شوف حنا اللي كتقول 2003 ربما المجلس كان ديك الوقيته هو اللي خص ديك احدى المناطق السخنه مداجي تما اللي كان ديك الوقيته انا كنت انت اخترت السي حدا اخترت زربه القلب انا وبغيت نشوف هذيك هاد الدور اللي غادي تقوم به هذيك الجنه تاع البلديه راه غادي تقوم به اللجنه المحليه تاع المبادره الوطنيه للتنميه هي اللي خصها تدافع على هذا المشروع راه اللجنه المحليه هي اللي خصها تبني هذا المشروع هذه اللجنه اللي غادي تندار راهي اضافه المراسله اللي غادي تصدق كملتماس يمكن السيد العالي باش انه يخص ذاك المبلغ اللي كان مبرمج مسبقا معاك ولكن اللجنه اللي غادي تبات قدوكي انا كنشوف كاينه اللجنه المحليه فهو الدور نتاعها راه هي اللي خصها تبني هذا المشروع الدور ديال هذه اللجنه الا بغينا نقولوا صرا هذه
هذه الدور ديال اللجنه هذه باش هي الدور ديال اللجنه هذيك لجنه محليه كتحل لها المشاريع ربما كتمد الدور ديالها. حنا هنا هذه اللجنه بغينا تبحث على شركاء من غير كاع المبادره. حنا كنحاولوا درنا ملتمس السيد العام على انه يمشي للشطر الثاني، ولكن هذه اللجنه هذه تبحث على شركاء اخرين كاع وربما لما لا كنقول الشطر الثاني يكون اشطر اخرى. فيها بس السي حسن، حنا هذه اللجنه ما غاديش تعرض مع اللجنه، راه هذه كتكون ديال المجلس وربما هي ناقشوها من بعد ويعطيونا تقرير مثلا فين وصلت، واش كاين شي شركاء، واش كاين يعني الامكانيات اللي ممكن تستغل، الامكانيات المتوفره ديال الجماعه اللي ممكن تستغلها باش تخرج المشروع، غتحاول تسرع. لان الاشكال شنو كاين؟ راه شرحتو في الاول هو انه حاليا يعني الا بغينا القطاع اللي راه تدخل فيها المبادره الوطنيه باهي. هاد اللجنه الدور ديالها انها مثلا تطلب لقاءات مع جهات اللي عندها اللي ممكن انها تجاوب معنا في اطار هاد ديال المبادره الوطنيه، ودوك الاعتمادات اللي كانوا يبقاو او اللي رجعوا او اللي تشفتوا به. يعني في هذا الاطار هذا بالاضافه للشيء اللي قالوا السيد الرئيس، يعني اللجنه المحليه للتنميه البشريه في اول اجتماع ليها ستواجه مثلا بالكلام اللي قلناه ديال انه ما كتمشيش في البنيه. اذا الاخوان حنايا درنا شقين تقريبا في المقرر، اول ملتمس السيد العام للامكانيه ديال ارجاع راه بالنظام القديم حاجه، ثاني الخوت اللي راهم في اللجنه المحليه راهم كيسمعوا الان، الا قالنا مثلا السيد العام انها تفوت من اللجنه المحليه راه غادي يدافعوا على المساله. ثالثا بالمناسبه نذكر الاخوان انه واخا تقالنا هذا الكلام نمشيو الى المرحله الثالثه راه فيها من الاهداف السيد الباشا تشجيع الشباب في المقاولات الذاتيه وكذا، وبالتالي هذا راه شغل، هذا راه شغل ندخل بمعنى ماشي تعارض، غادي نتعاونوا. شكرا للسيد الرئيس للتوضيح، وتتمنى السيد كاتب الجلسه يسجل عليا هذا الكلام بان مسالتي رئيس اللجنه المحليه للتنميه البشريه راه معايا يعني 24 عام، ولم يثبت انني يعني تاسفت بالراي ديالي وانني دوزت شي حاجه بدون موافقه وبالاجماع، يعني ما كاينش كاع شي مشروع داز في المدينه هنايا. انت كتخدم بكري، انت كتخدم بكري، انت كتخدم قبل باش ملي تدخل للاجتماع ما كاينش اللي يقول لك هذه. نكمل الكلمه ديالي انني دائما انني اشتغل بالاجماع، والدليل على ذلك هو المشاريع اللي تمت البرمجه ديالها وتمت المصادقه ديالها من طرف اللجنه التحكيميه التي تخصص السيد العامل انها تبرمجات 2020 2021 2022 و2023، يعني هذا الشيء منظم وهيكل بالمشاركه ديال الجميع، يعني الاحزاب السياسيه الممثله داخل المجلس، القطاعات ديال المصالح الخارجيه، الاخوان ديال المجتمع المدني، وبالتالي كتبقى اللجنه المحليه والدور بيت انه منفتح على جميع يعني الاقتراحات ديال المجلس ديالكم السيد الرئيس على جميع المشاريع اللي كتشوفوها يعني منتجه وكتشوفوها غادي تخدم الصالح العام، والباب ديال البشريه والباب ديال رئيس اللجنه المحليه للتنميه البشريه مفتوح لجميع الاقتراحات وجميع الانتقادات. وشكرا. عندنا السيد الرئيس، عندنا السي محمد المجمع، عندنا السي مربوح، عندنا السي المتاز، السي عطار، السي محب، السي سليمان، السي طالب، السي بوحيا، السي غريب، الاخت خديجه كرم، السي الاخت ناجي، السي حماني، السي نصرو، السي يعقوبي، السي شريطه، الاخت فرح، السي فتحي، السي براح، السي خطاب. هذا علامة على تشكيل اللجنة اللي غادي تتابع به وعلى المقر وعلى المتماس. السي عمارة، السي زهير، السي حسن بصورة، السي حسن بصورة، السي حسن بصورة. شكرا، نمروا للنقطة الثالثة، تعيين مندوب على الجماعة اللي قلت لك مندوب في حضرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. واحد دائم واحد لا واحد واحد
اللي بغا سي لانه شكل صالحي سي لا هذا سي لا سي مراد فتحي شكون غيكون النائب ديالو كاين شي واحد شوف لك كاين شي واحد ما بقاش لا شوف انتم تلعبوا واحد ثلاثة شوف المهم بيناتكم انا بين الصراصير صراصير زغلامات دونك كاين سي محيي كاين سي مراد فتحي سي محيي ترتب شويه انت شنو داخل له سي الكنائب ديالو ياك شوف التصويتات اخويا ما كان سي مراد نص خلاص كاس عندنا زعما زوج الاول سجل كاين النقطة الرابعة إخراج الشيخ عبد الرحمن إخراج العقارات من الملك العام للجماعة وضمها إلى الملك الخاص. ربما نعطي الكلمة للسيد مسؤول الجماعة على هذا باش يعطي توضيحات السادة المستشارين يعني كيفاش تقول العملية أو لا هما العملية أن هما الأملاك أن هما العقارات اللي ممكن ينتقلوا من ملك الجماعة ونضموها في الملك الخاص يشرح العملية لأن هو يعني الملف راه طالع عليه أكثر يعطيه الكلمة باش غير راه عندك الصوت راه عندك الصوت غير بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لهذه النقطه المتعلقه باخراج عقارات من الملك العام وضمها الى الملك الخاص يعني غادي تستوجب بعض الشرح من ما هو ما معنى الملك العام وما معنى الملك الخاص. الملك العام هو جميع العقارات اللي كتمتلكها الجماعه واللي هي مخصصه يعني الاستفاده ديالها من طرف الجميع ولكل فرد الحق يعني في الانتفاع بها مثلا بحال الطرقان بحال الارصفه بحال المساحات الخضراء بحال الاسواق بحال ملاعب القرب يعني عقارات كتدخل في الملك العام وهذه العقاريه ديال الملك العام يعني القانون يستوجب يعني عدم تفويته للغير او الحجز عليه او تملكه بالتقادم ويعني والمستغل والمستفيد يعني كيستفد وكيشغل هذا الملك العام عن طريق قرارات ديال الاحتلال المؤقت ماشي الاكريه. وان الملك الخاص هو يعني ملك كتصرف فيه الجماعه كتصرف الاشخاص في ممتلكاتهم تقدر تبيعه تقدر تكريه تقدر تفوته يعني الملك الخاص ديالها مثلا بحال الدكاكين اللي عندنا في وسط المدينه يعني ملك خاص ديالنا ولا البام ولا شي قطعه ارضيه شريناها يعني كتكون ملك خاص ديالنا كنبيعوها ولا نقدروا نكريوها ولا وعندنا جوج ديال السجلات حنا في الممتلكات عندنا سجل يعني ديال الملك الخاص وعندنا سجل ديال الملك العام. السجل ديال الملك الخاص كنقيدوا فيه الاملاك الخاصه ديال الجماعه والملك العام يعني كنقيدوا فيه الاملاك العقاريه العامه مثلا بحال الملاعب قرب الاسواق وحنا الاشكال ديال النقطه هو اننا كنا درنا واحد كنا ديال التحملات كان صادق عليه المجلس سابقا
في 2019 انا منظور كي انا يعني الموضوع ديالو التسويه ديال حق الكراء ديال الدكاكين اللي عندنا. هذوك الدكاكين اللي عندنا تقريبا كاين 195 دكان كتواجد بواسطه المدينه، كاين البرارك، كاين طريق جراده، كاين المرشي، وكاين هاد الواجهه نتاع البلديه، وكاين سوق الحبوب والسوق المركزي. الاشكال اللي عندنا ان السوق المركزي والسوق الحبوب هما داخلين في الملك العام، وملي داخلين في الملك العام يعني ما غاديش نقدروا ندير لهم عقود اكريه، لان الملك العام ما خصش دير له كراء، كدير له احتلال. ودوك الناس اللي كاريين تما عندهم عقود اكريه يعني قديمه، باش تجي اليوم تقول له غادي نديروا لك عقد احتلال ولا قرار احتلال ما غاديش يبقى، لان الاحتلال كينظموا قانون وكتكون عنده مده محدده في القانون. القانون كيعطيهم مده، لان الانسان اللي كيجي يستغل واحد الملك العام ما غاديش يقعد لك دائما تما، راه تقدر تحولو ولا تقول له دي مصلحه للمنفعه العامه تسالات هنا، تسالات المده ديالك ما غاديش تفهمها. وعقد اكريه يعني كيضمن له الحق في الاستمراريه. إذن هاد الناس ديال سوق الحبوب والسوق المركزي يعني خصنا نديرو مادة 13 من القانون 57-19 كيعطي الحق للرئيس يعني ديال القرارات ديال الإخراج ويصادق عليها بعد مداولة المجلس. يعني هاد الناس هادو ما نخليهمش يعني بدون تسوية المشاكل اللي عندهم، لأن الناس كانت عندهم تما تفويتات قديمه، وكاين الورطه، وكاين اللي راه باغي جديد وباغي حتى هو من حقه يفوت حق الكراء. وحنا عطيناهم يعني كناش عطيناهم هذا الاستفاده من هذا من هذا الحق هذا، ومع يعني المجلس صادق على هذا الاخراج. شكرا على التوضيحات اللي بقيتيها السي مسؤول القطاع هذا. اللي يمكن لنا واش ممكن تحددينا بالضبط انا هما العقارات حاليا اللي ممكن ان يداو فيهم المجلس ديال التحديد، حنا كنعرفوهم شنو هما بالضبط اللي غادي نصدقوا عليهم. بالنسبه اللي غنخرجوهم من القطاع العام من القطاع الخاص، ان الصرف يعني سوق الحبوب يعني بالدكاكين ديالو 19 دكان، وعندنا السوق المركزي اللي فيه 29 دكان، هادو هما غادي نخرجو من الملك العام ونضموه للملك الخاص. لا ما يفوتناش يعني هذا موضوع شائك، موضوع الملك العام والملك الخاص هادي راه ما غاديش نقدرو نفوتوه غير هكا، غير ندوزو عليه المرور الكرام نصوتو على القطاع اللي راحنا باغيينهم ندوزوهم ولا نحيدوهم ولا. كاين واحد الفوضى عارمة راها واقعة، وكاين واحد الاحتلال للسلطه ما راهاش دايره الخدمه ديالها نهائيا. التروطوارات ما راهاش واقفه، يعني انا ما كنعرفش شكون هو اللي خصو يدير هذه العمليه هذه، ولكن كاين واحد الفوضى. ووليداتنا راهم كيمشيو للمدارس وكيرجعوا في خطر، خطر من احتلال الملك العام. وهاد النقطه هذه راه موضوع مهم وموضوع شائك بالنسبه لبزاف ديال الناس، يعني كيمثل واحد القلق. انا ولا عندي قلق من هاد المساله هذه، ما غاديش نقدروا نفوتوا هكا. خصنا شويه ديال ملي تطرقنا للموضوع، وكان ملي راني هضرت معك السي حسن يعني من غير الدوره راني هضرت معك، وكان الموضوع شاغل بالي من الاخر. هاد التروطوارات وهاد القهاوي اللي ولاو كيحطوا فين ما بغاو، حنا عاطينهم واحد القياس اللي ما يفوتوش. الدراري اللي كيهبطوا للتروطوار مع الطوموبيلات مبلاصين، المهم ما بغيتش نكثر، لحقاش كلشي راه باين، كلشي راه كيتشاف، وكلشي راه حنا عارفينه. لحقاش حنا غاديين جايين، راه جوج ديال الدروبه في العيون، راه حنا عارفين شنو كاين. هذا كان نطلب باش نشوفوا كيفاش نديروا، نلقاو واحد الحل للملك العام، نحرروا الملك العام. وبالمناسبه كنت قلت لك على اللي راه دابا كياخذ مثلا الاصلاح، كياخذ الاصلاح على الواجهه ديال البيت ديالو مثلا ولا، وهو عنده جرده في الباب. هذيك الجرده نورمالمون اللي غادي ياخذ هذاك لوتوريزاسيون باش غادي يصلح، نورمالمون حنايا
ما عرفتش انايا شكون المسؤول، شكون اللي خصو يوقف على هذا الشيء، ولكن هذه نقطه خاصها تداوم. خص اللي غادي يدير شي اصلاح هذيك الجرده تحيد، هذاك القصب يتحيد، ماشي نمشي ندير الاصلاح وندير الاصلاح من ضمن الاصلاح ندير على الجرده. كاين نموذج عندنا في الكاريان وكاين نماذج اخرى، هذا كيحيت انايا كنمشي غادي جاي يحيي، كاين بزاف ديال النماذج في العيون كيصلح، وكيصلح من ضمن الاصلاح ديال الدار ديالو، الجرده اللي قدام الدار ديالو. كنتمنى انكم ديروا واحد الالتفاته، ونتمنى باش يخرجوا واحد شي حاجه هكا اللي بعدا على الاقل، ايه واخا غير شي حاجه نخرجوا الدراري ولادنا بعدا ما يبقاوش يمشيو غير في الطريق، يبقاو يمشيو فوق الترطوار اللي هو اللي هو مخصص للراجلين ماشي للجراد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه كل المداخله تاع السي رابح، انا غير اللي فهمت شويه ولا ما فهمتش، واش ان دوك الناس اللي في المحلات سواء في البرارك او لا هنايا في سوق الحبوب، ولا دوك الناس اللي ورثوا المحلات نتاعهم على الاصل، واش هما اللي باغيين نديروا فيهم التعديل، نديروا فيهم هاد ناخذوا فيهم هاد النقطه، او لا كاين شي طريقه؟ انا اللي فهمت بحال دوك الناس اللي كانوا شراو بواحد الطريقه، يعني ورثوها بواحد الطريقه ماشي. بالنسبه لخدمتنا سي حسن، انا دكتور ماني ناقشت واحد الموضوع اللي لا يجاوب خايف ولا صافي، واه ولي ميرا دار ولا سي جاوب على هو جاوبنا هو اللي جاوب على التدخل اللي هو اش انا عارف انا ما غنجاوب وعارف اللي غنعطيه باش يجاوب، يعني هو التدخلات ديال كل واحد تسمع نجاوبوا على كل شيء. تفضل كمل. انا غير نفهم واش بحال دوك الناس اللي راهم حاليا الناس عندهم محلات وما عندهمش المفهوم اللي واش هما اللي باغيين نرجعوا لهم الاصل ديالهم، نرجعوهم بحال اللي غادي نبدلوا لهم العقود اللي فهمت انايا. بالنسبه لهذا الكوماس هذا هضر على العقود الاكلي، وعطانا ثلاثه ديال الاصناف الناس اللي غادي يستافد من هاد العقود الاكلي. كاين المكتري الاصلي، يحق لكل مكتري اصلي، يعني اللي كان تما وما عندوش العقد، ما عندوش العقد، ما في العقد ما عندهاش، ان يستفيد من تسويه وضعيه كراء المحل التجاري المستغل عن طريق تحرير عقد كراء على ان يؤدي مبلغا ماليا قدره 500 درهم للجماعه، مع تطبيق مقتضيات مراجعه الواجبه الكرائيه بنسبه 10% من واجب الكراء الشهري. وكاين الفئه الثانيه بالنسبه للتفويتات القديمه اللي كان فوت قديم، فوت قديم والورثه اللي باه مات ولا يعني كاين واحد الوريث كيعطيوه وكاله هو كيستافد من هذا العقد لك. وكاين ناس جداد راه اليوم قانون الاكريه 46/49/19 عطى الحق للمستفيد باش يفوت حق الكراء اليوم او لا مستقبلا، ولكن جماعه يعني باش ترفع من المداخل ديالها دارت له هذا 5000 درهم ودارت له 350 درهم للشهر هذا الجديد. اما القدام مثلا بحال المرشي كان كاريب 25 درهم، زادت عليه 10%، واخا 25 درهم الجماعه ما قدرتش باش ترفع من يلاه دارت ديك القيمه نتاع الواجبه نتاع الزياده نتاع 10%. اما الجدد اللي غادي دير لهم 35 يعني 350 درهم. غير بالنسبة للميك احتلال هو التجاوب ديال خديجة، بالنسبة للاحتلال ديال الميك احتلال مفرد كما نقول الميك الميك هنا كاين ممكن احتلال بشكل قانوني، إلا قلنا أنه كاين احتلال بشكل مفرد هذا إشكال طبيعة الحال اللي عنده واحد التراكمات ديال مجموعة ديال السنوات، هذا فيه إشكال إشكال ما نقوله على المستوى الوطني اللي للأسف حتى اللي كيحتل الطريق أو الرصيف العمومي ولا تبع مرتبط الطرق ما كيراعيش بأنه ممكن يتسبب في واحد الحادثة تسير لشخص آخر واللي كيتحمل فيها المسؤولية ديالو. بالنسبة يعني للتوضيح، بالنسبة للملك العام يعني الاستغلال ديالو بشكل قانوني كيكون من اختصاص المجلس. بالنسبة للمراقبة ديالو والتنظيم ديالو كيكون من السلطة والمجلس،
اللي كاين جوج ديال ماشي كل واحد هذا الاطار هذا مع السلك اللي داز دارت واحد يعني كانت يعني دارت واحد الحمله موسعه بعض الشوارع اللي عرفت ربما كان شارك فيها السلطه المحليه وشارك فيها الاعوان ديال المجلس وطبيعه الحال اللي كما كنقولوا دابا المساله ديال الضبط ديالها ماشي بدوك السهوله اللي كيتصوروا الاخوان لان ممكن انك انت كدير واحد الحمله وكدير تحرير الملك العام في واحد اليوم كتما كيكون كيترشح واحد الاشكال اللي هو فعلا كبير وهنا من هنا غادي نمشيو لان كاين جوج ديال الا بغينا نصنفوا احتلال ديال الملك العام جوج ديال كاين اللي كيستغلوا او اللي كيحتلوا بشكل انه كيمارس فيه واحد النشاط تجاري وهذا اللي كيدخل الحقيقه هذا الشيء اذا كان بائع متجول او اللي كيفرش اللي هو تمناو بان هذا السوق النموذجي يمتص هذا العدد ديال الناس اللي راهم حاليا كيستغلوا بشكل عشوائي هذا الملك العام كاين ملاحظه اللي شرط ليها الاخت خديجه هي انه كاين بعض المواطنين انه للاسف حتى حدا المنازل ديالهم كيولي كيدير شي قصب باش كيدير جردة كيحتاد كيدير احتلال في ان هذا كاين على مستوى ديال المدينه نتمنوا انه تشوفوا شي مقررات او طريقه ديال الزجر بكل صراحه لان داك المد والجزر انك تمشي عند الولد تقول له ويجي كيحتل كيحيد هذا ربما ماشي كمجلس انه في اطار ديال واحد ربما الا كان كيسمح القانون او في اطار ديال القانون الجبهي بمعنى انه بالنسبه لهاد الناس هادو تكون واحد القرار جذري انه يؤدي عن كل يوم ما احتاروش فيه انه يحيد داك الاذى وداك الاستغلال لذاك الملك العام نمشيو فيه لان خصنا ما هو ضعيف انه لان ما امان العمل ما عندكش امكانيات ما يكونش الجامعه نقول لك عندها واحد الامكانيات كبيره انها تقدر يومي بشكل يومي انا غادي تراقب المدينه ديالي اليوم كامل شكون اللي غادي يحتل الملك العام هي خصك واحد الامكانيات كبيره اضافه الى واحد التصادم اللي كيكون بشكل يومي هذا كل هذا واقع كاين فيه نتمنوا انه تغلب عليه المجلس للاخ ربما شرح بانه الاملاك المعنيه بالاخراج من الملك العام الجامعه الملكي الخاص حددهم حاليا في جوج ديال العقارات اللي هو العقار المتعلق ب كما نقولوا سوق المركز ولا المارشي اللي معروف بالمارشي في سانتر فيل والثاني اللي كيتعلق بهذا السوق ديال الحبوب بكل صراحه كاين هنا انا ما كنتش طالع في الحقيقه على هذا الضغط لان مثلا غادي نقدر نتجاوزها وممكن اننا ناخذ لها شي مقرر ديال اننا نخلطوا على كل شيء ونحيدوا هذا سميتو كما داروا بدون اخرين وكانت عندهم جرأه على المجالس وداروها كانت جرأه على عند السلطه ولا عند المجالس ماشي مشكل غادي نقدر انايا نتخطى بصح قضيه المقاهي قضيه المحلات التجاريه قضيه غير اللي ما عنده 40 متر داخل واخد 50 متر برا لا خصنا واحد الحل ودركي خصنا نقرروا فيه القهاوي عندهم مانيش عارفه لا تصحح لي ان متر ونص وانا كنت كنطالب بجوج متر تبقى للراجلين دركي ما بقات لا متر ونص لا متر لا نص متر لا يديك لا يخليك ولا الكرسي في ممر الراجلين اللي هو حنا خليناه في سومبلون بلي حنا خليناه بلي ديال الراجلين وفين على الاقل لو كان هي حدا التروطوار مثلا غير حدا التروطوار يتمشى الراجل كاينه طوموبيل ومسد فيه الوغ هذا خصنا بحال المحلات التجاريه القهاوي ولا لا حنا في يدينا كيفاش نديرو هادو وغادي يكون تم مداخل لهذا البلديه علاش لا علاش لا حقاش الموضوع نضربو للجيب الا ضربتيه للجيب في الغلط ماشي في كل شيء في الغلط نتايا ماشي حقك ومتعدي ايوا خلص وحيد خلص وحيد الله يرحم الوالدين هذا خصنا نخرجوا بواحد المقرر داب قضيه المحله التجاريه والقهاوي
لحقاش راه المساله راه خارجه على السيطره نيشان، ما نهضروش الا في وسط الفيلاج، كاع نقولوا كيكونوا داير بنادم داير احتياط، ولا اللي غادي يتمشى كيتمشى بشويه، ما غاديش تكون شي كارثه ديال شي حادثه ولا شي حاجه، ما تكونش كارثيه. ولكن بالنسبه للطرقان وبالنسبه لجهه الليسيات وبالنسبه لجهه المدارس راه كوارث، كوارث خطيره، راه غير ربي كيحفظ. وحنا كنعيشوا هادشي وتانتا يا سي حسن راه قدامك هادشي وبزاف من الاعمار اللي راه قدامهم هادشي كيشوفوه اللي كيتسنى ولادو ولا هذا، لهذا ما نتملصوش وما نديروش يدينا في ودنينا ونهضرو، واللي عنده شي مشكله يناقشها، ما رحناش جايين نسكتو هنا. يبان ليا القضيه القضيه راه كلشي راه داير يدي في ودني وساكت، ما كاينش كاع ما واش رحنا جايين نصفقوا ولا ما كاينش شي مواضيع، راه كاين وحنا كنشوفو، حنا عايشين في المدينه، حنا ما حناش عايشين برا وكنجيو غير كنجيو ندوزو العطله. صاحبي هضروا شي شويه، كلشي راه كاين قدامكم، هادشي راكم عايشينو. غادي نتحاسبوا اصاحبي، غادي نتحاسبوا. شكون اللي كنهضروا الموضوع اللي كنهضروا عليه، دايرين ها ومكمشين وما دايرين والو، صاحبي خلينا كان الموضوع اللي كاين واحد المشكل خصنا نفكوه. شحال تاع دخلت ولا انا دخلت اسي حسن مشكل تاع كاع تاع واش اسي حسن انا راني كنحتار، انا كلشي اللي هنايا في المجلس راهم صحابي وعلى راسي، ولكن هذه راه مسؤوليه قدام ربي قبل قدام العبد، قدام ربي صاحبي واش هنايا كاين حوايج اللي كنشوفو فيهم انت دابا حنا شوف وما كنشوفش تجاوب بالعربيه، ما كنشوفش تجاوب بحال بحال اللي جايبه مشكله من عرف بلا اش من اش من قاره وكنحطها شتي دابا عندك التجاوب ديالك انت اننا خصنا دابا نسدو لا لا ماشي غادي انا نسدو لا لا بحال شي غادي نهضر بحال اللي كنهضر شي حاجه ما بايناش ما كايناش شي حاجه اللي ما كايناش غير الخيال ديالي انا اللي حطاها وكندوزو بحال كنقزو السطر كندوزو هاد الهضره هادي وندوزو نمشيو للممتلكات ديال المجلس ما كاينش علاقه حنا جاوبنا معاك لا علاقه حتى بين النقطه ومشينا ما كاين حنا نهضرو على الملك العام ولا على المجلس لا لا حنا نهضرو على الملك العام ولا على المجلس لا انا كنهضر على لا هضرنا على الاحتلال المؤقت بحال الاحتلال اللي كيتورث بحال كاين هادشي كاين هضر عليه الموظف ديالنا اييه كاين اسمح لي ما انا مش ما رانيش نوجه ليك الهضره انا يمكن لا يمكن لا ما خصناش نهضروا طرقنا السي حسن طرقنا الموضوع هذا مشكل ملي طرقنا اللي خصنا نناقشوه صافي هادشي اللي كاين دابا غنخرجوا حنا نهزوا دابا نجيبوا لا 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 مانيش هبيله السي حسن مانيش هبيله مانيش هبيله انا مانيش هبيله ما رانيش هبيله شوف كان نكشف نكشف ساهل شوف ساهل انا ما كنتش عندك عصا سحريه ساهل انا شوف شوف انا قلت شوف ساهل 16 ملي كنناقش واحد الموضوع ما نديرش باس ندوز للجهه الاخرى ندوز حتى شي نقطه هذه راه ما دابا حنا خصنا نناقشوا حنا لا جاوبت شوف ديال المواطن المشاكل ديال المواطن اللي حنا ضيوفنا كمواطنين كنعيشوها خصني حل صافي هادشي اللي كاين وما قلتلكش نمشيو نحيدو الجرادي ونحيدو ما نعرف شنو انا قلت المحلات التجاريه القهاوي البلايص اللي خصنا اللي قدروا علينا عنده عندنا السلطه عليهم نبداو بيهم دابا نبداو بيهم كم قرار التراكم ديالنا في التجربه كنا درنا اشياء ملي كنا في المعارضه وغير راضين عليها احيانا
مجموعه من السلوكات غير راضين عليها، كان ممكن نقولوها هي ولكن بطريقه، كنهضر على راسي التاريخ بطريقه احسن. ولما مريت من هذه التجربه هذه عاد عرفت هذه الامور هذه وهذه الاكراهات هذه. السيد الرئيس مانيش ندافع عليه انا، ولكن انا كندافع حتى على الوقت ديالي وعلى الاعصاب ديالي وكيفاش كيتعامل الاحاسيس داخل الجسد. راه واخا كيبان لك هكا خارج، شوفي شهاد، شوفي ما يدور ما يختلج داخل الجسم. وبالتالي رغم اختلافي مثلا ملي كنهضر الاخ كبير ولا انت مثلا الاخ ولا الاخت كيخرج على جدول الاعمال، الرئيس حفاظا على اللحمه ديال المجلس كيخلي كدا، ولكن لا يمكن ان تسمح له انا وغيري وكاع الخوت اللي عارفين بالقانون ان ناخذ مقرر خارج النقطه. مثلا الان كان قال اخلال المقرر اخلال الملك العام من المحتلين، ما يمكنش. بصح عندها الاخت الحق انها في جدول الاعمال الماجي تحط نقطه ديال اخلال الملك العام، ديك الساعه هذه باش شكون فينا لهذه الصوت واللي ما يصوتش، وكيبقى واحد المقرر اللي مصلاحيه الرئيس ماشي بوحدو. راه الا ما لقاش السند ديال السلطه او السلطه ما لقاتش الاليات ديال المجلس راه لا ينفذ. وبالتالي ونستحضروا مجموعه من الامور. انا اتفق مع شق كبير في الكلام اللي قلتيه، واخا خلاف النقطه راه الان كاينه وقفه. هادو اش كيديروا؟ هاد اللي كيعتبروا راسهم مقصيين اش كيديروا؟ راه كيقولوا لنا احنا في الرشا ليه؟ واش في هذه اللحظه هاد نديروا؟ بصح الشق الاخر ديالك وجزء منه متعلق بي انا شخصيا ديال التعمير، مجيد اللي صحح لي ولا راه هنا شي اخ ديال التعمير، نقدر ناخذ مقررات. كاين القانون ديال التعمير وكاين مقررات التعمير ديال السيد الرئيس. يقدر المجلس ديال العيون يقول ما نعطيوش رخصه اصلاح اذا كانت الجرده هكذا، صح تكون مقرره ديك الساعه لا انا ولا الرئيس والله ما نسديوها سويحي كذا ولا ما كان. بصح ما يقدرش تصوري انا ولا السيد الرئيس جا واحد رخصه الاصلاح منصوص عليها الان الوثائق وجا عطاها لك، ما فيهاش علاقه بالجرده. بصح اذا درنا مقرر مجلس قلتي جرأه، يكون عندنا الجرأه ونطبقوا على كل شيء. بصح الباعه نلقاو متفقين نجيو مقرر نقولوا التروطوار اذا كان فيه 6 متر يريكيلي جوج متر، اذا كان فيه جوج متر شحال يريكيلي، نديروا قرارات جماعيه ديك الساعه ننفذوها. ولكن في حين خديجه راه شي مرات كتزهق لك واحد الهضره ربما ما كتنتبهلهاش كتقولي الان السيد الرئيس راه محرج كيقولوا له حنا محرجين غير جدول الاعمال. ما متفق معاك هو راه كان شارها السيد الرئيس في الدوره السابقه، راهم جايين دورات الاحزاب ستقترح النقاط، هذو دور استثنائي كيقترحهم هو ولا السيد العامل، راه جايين دورات راه ما اقترحوا وكل واحد سيتحمل المسؤوليه السياسيه ديال داك الشيء اللي اقترح. ونمشيو بهدوء، راه معروف على المجلس ديال العيون راه يقارن يعتبر من المجالس اللي فيها مستوى نقاش محترم وعلاقات محترمه مع الاختلافات في الرؤى. نبقاو في هذا الاطار هذا ونتجاوزوا اذا كانت شي اخطاء في المجالس السابقه ونرفعوا من النقاش. نمشي للنقطه اللي طرح السي مراد، كان طرح الله يحفظك. راه من بين الحوايج انا ملي هضر كنهضر على ان الناقش الموضوع لحقاش تطرقنا ليه، لحقاش كاين واحد النقطة اللي كتشير لها بالحوايج هذه من حيثية، أما تاخذ المقرر ولا ما تاخذوش، قلت لك بلي أنا ما كنفهمش في القوانين. أنا كاع عجبت عليها هكا راني كنقولها، أنا ما كنفهمش في القوانين، أنا كنفهم تطرقنا لواحد الموضوع اللي هو كيخصنا حنا كمواطنين ووليداتنا خصنا نهضر فيه. قضية أننا ناخذ مقرر أو لا أنا ماشي كنت القانون. اللحمة أنا ساعدت فيها باش نكونوا كاملين واحد اتفاق واحد، زعما ما غاديش نختلفوا عليه، انا وحده من اللي ساعدوا اننا نكونوا فريق واحد، شهادة الشهود ياك. بصح قضية القانون انا نخليها لكم، صح انني كنناقش النقطة وما ناخذش فيها واحد التفاعل وواحد ما تاخذش اهتمام، هذا هو اللي انا كيديرني صافي. انا ما عنديش شي حاجة اللي ضد شي حد ولا كاينة حاجة خصنا نناقشوها، خصنا نناقشوها، طبقنا لها خصنا نناقشوها، هضرنا فيها رفضنا الملك ديال البلدية برا ضروري خصني نناقش ما فيهاش هضره. شكرا مسمح لك. فيما خص الناس ديال السي مراد
الرئيس كيقصدو يعني كاملين ما كاينش انتقاد، يعني الحبوب كامل لهم بغا يكون واريد ولا ماشي واريد. ما شغلناش في الاسماء، حنا داك السوق نقلوه من ملك عام الملك خاص باش نبقاو منسجمين مع العقود اللي كانت عندهم من جهه الدار، كيبقى ما كناش اللي يقرا علينا الموظف. يعني المرشي يعني الخوت نتابعوا لنا المرشي مع السيد الرئيس، نتابعوا لنا المرشي والحبوب كان في الملك العام، بغاو نرجعوا في الملك الخاص باش ما نبقاو منسجمين مع عقود كراء، مع عقود كراء وليست احتلال، باش ما نظلموهمش. هو واحد مسكين راه عنده عقد، هتجي يعني خصك تضمن له الحقوق ديالو. سي الوالد الكريمه شكرا سي الرئيس. من غير ربما كان توضيح هذه النقطه صحيح، ربما السيد جبيره عطى شي توضيح اكثر. انا غير اللي بغيت نشير النقطه اللي طرحتها السيده المستشاره هي التغييرات اللي عندي تعلم غير هي كتهضر على التحرير من البعث، هو كيختلف على النقطه اللي راها يتمنى ان هذه النقطه فعلا خصها تاخذ واحد النقاش ديالها مستطيل، ولكن في نقطه ربما انا قلنا الاخ هذا الشيء اللي بغيت انا نوضح خصها تكون في نقطه داخل الدوره باش نناقشوها بصفه من فعلا مشكل تحرير الملك العام راه اشكاليه، واخا كيتواجد جانب بصح العيون راه في شي بلايص راه سي عبد كتشكل خطر على المواطنين وكتتبع الطرقات وكاين مجموعه ديال الامور اللي شرحتها الاخ فعلا ان هذا مشكل. غير ماشي هذه هي النقطه اللي خصها تتناقش. دابا الا ناقشنا هذه المساله ديال تحرير الملك العام خصنا ناخذوا فيها مقرر، وهنايا اختلاف على هذا النقطه هي خاصه هي اخراج عقارات من الملك العام الى الملك الخاص للتسويه ديالها في اطار واحد كلش تحمل. وما الكلام ديالك راه على صواب ومتفقين، غير طرح في واحد النقطه في اطار دوره وتناقش بجميع الجوانب ديالها وتاخذ فيها مقررات، وخصنا نكونوا ملتزمين فعلا بتحرير هذا الملك العام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الرئيس باشا. السيده الاستاذ الاعضاء الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي انا جزء كبير من المداخله ديالي ربما اتفق بالسماح للجنس السيادي عطار، والا انا ما دخلتش في النقطه الاولى باعتبار ما كنتش طرف في اللجنه اللي صادقه اللوائح اللي اختارت الناس يعني المستفيدين من هذا السوق النموذجي. والا اعتبر يعني هذه الدوره يعني النقط اللي فاتت في هذه الدوره نقط ايجابيه، رغم يعني هذا النقاش اللي كيبان في الظاهر انه نقاش حاد، راه السوق بعلاته. انا نعرف اشخاص وان كان يعني العدد محدود للغايه كيحسوا بالاقصاء، وفعلا كاين اقصاء لاسباب ولظروف انا ما عرفتهاش. وانما في المقابل او الثاني لا نجحنا ذاك السوق الاسبوعي النموذجي، وهاد الناس هادو اللي محتلين هاد المساحات هادو خواو، هذا بالنسبه ليا مكسب للجامعه ومكسب لدوك الناس هادو، وراه غادي يكون بعلاته. كاين ملاحظات تسجل وتحفظات تسجل، ولان خصنا نمشيو كامل الى جينا نديرو غير اطار الترجيح، يعني المكاسب والايجابيات ديال هاد السوق هذا بعلاته راه اكثر بكثير من السلبيات ديالو. وما نساوش هاد الناس هادو اللي مقصيين ولا حسوا بالاقصاء لقاو لهم الحل بالاضافه للائحه اللي كانت. هذه نقطه. النقطة فاش كنحطو شي نقطة وكاين يكون شي مقرر خصنا المقرر نعرفو ناخدوه. أنا كيبان لي من الأخطاء اللي ندات في المقرر اللي كان المرة اللي فايتة كانت النقطة بصدد نصادقو على كون على اتفاقية شراكة ودخلنا فيها تنقيح اللوائح اللي كانت ماشي من الصلاحية ديال المجلس. تاني يوم عندنا نقطة ديال إخراج العقارات من الملك العام الاحتلال مع الأخت خديجة، كاين إشكال حقيقي. أنا نقطة عليها لا سمحت زعما وراني معاها الاول دوره مقبله نحطوا فيها النقطه ديال تحرير الملك العام، ويكون عندنا سلطه اتخاذ القرار ونخرجوا ننفذوا. فوت نشوف ايش يوضحوا الساده المستشارين من الجميع. انا بعض المرات ماشي بعض المرات بالطبيعه انا كنبغي نجاوب كنتجاوب مع اي اهتمام ديال السيد المستشار حقا المرات، ولو انا كنشوفوا ماشي نقولوا خارج نقطة الشرف العمل، ولكن بعض المرات مشكور عليه كنبغيو حنا
نبغيو كما انا مثلا عندي اننا نمشيو في هذا نناقشوا في ميديا اكثر. حنا من اللي كيدخل ثلاثه الاخت خديجه كنقول ايه فعلا كاين هذا الشيء على مستوى الوطن. كاين بدينا كخطوه الاولى نهار السبت اللي داز. الملك بالنسبه للمقاهي ما غنتسناش منهم اننا خصو يخلص داك الشيء اللي خصو يحتل داك الشيء اللي مولف كيخلص مصرح به. مثلا مصرح حيت ما لقينا بانه تجاوز وما احترمش المساحه ديال الراجلين خصنا ما نخلصوش منه المساحه كامله باش ملزم انه يحترم. طبيعة الحال هذا راه كنشوفوه كاين المقاهي اللي كتحترمو كنشوفوه كاين اللي ما كتحترموش كاين هذا كتنبيه. انا ربما اي مستشار يجي ينبه رئاسة المجلس ما ننتظرش على اننا نناقشوا هذه القضيه لا اتصل بالسيد الباشا السلطه المحليه مع اللجنه بالنسبه للقطاع او المصلحه المختصه داخل المجلس وتحرك في حينه ما غاديش اي حد يمشي يناقشوها او لا غادي. لان علاش؟ هذا واحد الشكل ديال العمل يومي ممكن ومفروض على المجلس او على المصالح المجلس ان البلديه انها تقوم به لا داعي في الحقيقه يكون واحد تنبيه. اذا ربما نوليو نورمالمون واخا بغينا ندوزو بالنسبه للقضيه فعلا كما شرط السي محمد هو انه في مرات خاص التقني اللي غيخرج ويدير معاينه لهذا اللي بغى يدير الاصلاح خصو يشير في التقرير ديالو مثلا خص مفروض عليه ان يشير التقرير بان هذا السيد كيحتل الملك العام بشكل غير قانوني وديك الوقيته كيتحمل المسؤوليه وما تعطاش ليه الترخيص. هذا باش يعني هنا هذا الدافع. اما بالنسبه للرئيس ديال المجلس او لاي واحد ممكن ما يشوفوش كاع دونك هذه غادي نتكلم دونك يحروني هذا الملك هذا بعدا الاول. ايوا سولتو باش تحيد من هذا الشيء. شوف كاين قول شوف قلت خصنا نكونوا انا كنواجه هنا علاش؟ حنا كنكونوا منقصين على نقطة عندك أفكار وهذاك عنده أفكار ما تشتش أفكار ونمشيو في هذه الفكرة مثلا مثلا أنا غنقول لك رأيي الشخصي ما يمكن مارشي ولا خط كنقول لك أنا من رأيي الشخصي ما نفوتوش هذا ديال القطاع العام. علاش؟ هذيك الصحه خلقها مشكل خصها توسع في السونتر اما الا عطيتو نقلتو للملك العام للملك الخاص صافي كيولي ديالو. كنفكروا ان هناك مثلا تكون مشاريع ساحه اذا عطيناه انا راه هنا باش كتشتتيني انا نقول الصراحه انا هنا شي نقدر نقول لك مثلا لو كان جبت الراي ديالي الشخصي قطعها اذا لقيتها لان هذا ملك عام نهار الاول كيستغلو هو كملك عام. اما الى نقلنا من الملك العام الى الملك الخاص لان عطينا له واحد قوه قانونيه واحد الصفه واحد قانون اكبر من داك الشيء اللي كيستغلوا حاليا. هنا انا كنت كنتمنى ان نناقشوه كسادة اعضاء المجلس الجماعي ونقولوا كيفاش نخرجوا هذا الاداه اللي دخل. وكنقول انا بكل صراحه كنت جاي الراي ديالي ان هذه النقطه هذه خصها تحجل واحد الدراسه اعمق لان بكل صراحه واخا تحطت وانت الشاب يعني تحطت طرحها الاخ تصل المكتري واحد الحجه قويه. مثلا مثلا حنا بغينا هذا السوق دابا ديال الحبوب عطيناه قوه دابا حاليا راه من الاول كيستغل داك السوق ولكن بغينا نعطيو واحد القوه اكثر. حنا اللي كنفكروا كمجلس اننا يعني كما نقولوا ندير واحد التهيئه للمدينه ديالنا بواحد الشكل راه غادي صعاب. انا كنقولوا كيبقى الصراحه للمجلس اما اننا نخليو نعمقوا التحت في هذا غير ماشي ملزمين والا لكم كامل الصراحه ياسر اعضاء المجلس اذا بغاو يفوتوها هذا هو انا مطلب كنت باغي نقشهم قبيله كنركز عليها. اذا الاخوان بغيتوا اننا ناجلوا للبحث اكثر بغيتوا نفوتوه يفو غادي نقلوه من المصلحه من الملك العام للملك الخاص خصنا في الوقيته نباشروا معهم العمليه ديالي ديال التكريه. هما عندهم تكريه بعدا ديجا ولكن الى المجلس يعني خلاه ملك عام يعني راه في الحقيقه هما احتمال مؤقت احتمال مؤقت ولكن ما عندهم مكريه يعني باقي عندهم الحجه شهر اللي هنايا كلهم
ما نناقشوهمش، نسأل إلا بغات نحولوا ديك البلاصة ولا نحولوهم، يعني ما غاديش ملزمين باش نحولوهم، غادي نقولوا له صافي كملت المده ديال حنا ممكن اننا نمشيو بواحد الشكل سهل بعد في المعاوضه. مثلا ممكن البلديه انها دير واحد السوق اللي ما اصلا باش تقول لي سوق الحبوب حدا الجامعه هنا، وكنعرف الحبوب فيه واحد كاين فيه واحد مواد ولا خص، راه نقول لك بصراحه اي واحد عنده حساسيه داخل المجلس هنا ما يقدرش يمارس يعني هذا ما كاينش التنتهي. مدام عطاني السي محمد مشكور هذه الملاحظه، وهذا هو الشيء الاخر الحقيقي كنقول للساده الرؤساء، المصالح بالنسبه خصها تحضر معانا، بالنسبه للتعمير يحضروا معانا، النقطه اللي غادي تناقش خص يكون اول حاجه كنناقش انا واحد العقد او واحد المشروع، خصنا السيد اللي يمكن لقطاع التعمير يكون حاضر هنا يقول لك الساده اعضاء المجلس بلون داميناجمون، ها البلون داميناجمون شنو فيه؟ كيفاش حنا سابقين كمجلس على بلون داميناجمون الساحه والان فوتوه من القطاع العام والقطاع الصحي الخاص؟ ابن الاخوة انا بكل صراحة ملي شاف سي محمد انا كرئيس ديال الجامعة نأجلوه او لا ما نرفضوه، وتأجل احسن تأجل واش لان مازال كتضح اخوان نمشيو في هذه النقطة هذا التأجيل ديالها، لان ما يمكن شيء هادو اللي كاينين ما غنحرموهم شيء، هذه كل معاوضة. مثلا اسمحني نكمل، ربما في اطار اننا غادي يكون السوق الاسبوعي الجديد غيكون فيه توسير، ناخذ بعين الاعتبار هذه المحلات وين داروا تما ويكون معصم يكون معوض، غنشعل غير الاخر في الملين تكون المعاوضه ديالك، فهمت؟ نفس الشيء بالنسبه للسوق المركزي نشوفوا تفضل. سي مشكل ماشي هنا شي بلاصه ديالهم حدا السوق حدا الحبوب السوق الاسبوعي، لا بلون داميناجمون كاين تما السوق الاسبوعي، السوق الاسبوعي كاين مرحبا تما ديال على حساب ياك ديال الحبوب. واحد المسألة تفاعل سمعتو السيد الرئيس، إي مادام راه كاين الخر الراعي، وراه ملي كنقولو أحيانا كتكون إشاعة السيد الرئيس في المدينة، راه ملي كنقولو يتحيد المارشي ما كاينش تما ولا الضرار ما كاينش تما، راه حنا راه شارع السيد الرئيس راه هضر على المعاوضة، حنايا راه ماشي الآن عندنا الخر، هي راه كيتكلم من الناحية القانونية، أما المارشي يعني كيكون عندنا تصور باللي حنا هادو ها هما راه عندنا بلاصه ليه وهادي راه كنبنيو فيها عاوتاني. وراه كاين تصور ديال واحد المجموعه من الاعضاء مشكورين انه نهار يتحيد المارشي تولي واحد الرومبوار والاقواس يبقاو ديكور بحال ديك الساعه ديال الديوانه في وجده، فهمت؟ يعني كتحافظ على ذاك 1912 ولا ذاك التراث. توضح لنا انا في الحقيقه بالنسبه لهذا ما كنأجل هذه النقطه ونشوفوا لان اللي صرنا خدينا هذا القرار المقرر، يعني بحال هكا اصبح اجباري اننا ناخذوا، ولا كان عندهم اكليه بهذا الشكل طبعا حنا ما بطبيعه الحال هما كيستغلوا استغلال كما كاين، ناقشوا هذه الجوانب ديالها كامله مع القوانين واحد الجلسه يعني كما يقولوا مسخره، ونشوف كيفاش كاين، ومن بعد بطبيعه الحال مادام ما كاينش بلون داميناجمون نحاولوا في السوق الاسبوعي كما قلت يكون تما مرحبا وكنا يعني دكاكين مخصصة لهذا الدخول. وبالنسبة للسوق المركزي زعما لا كنا كنشوفوا واحد بناية اللي كانت هي ربما كنت وصلوا بالنسبة للارموند فين كاين الارموند ربما راه كاين شي مراسلة من باش سيفتو يعني ربما تكون يعني ذاك العقار اللي كاين في وسط المدينة فين كاين الارموند تكون يعني المجلس واحد المعاوضة لأنهم ربما كانوا بداو في الأول الاستعداد البدائي ديال المعاوضه، شرط ان يكون واحد الموقع لان هما من الاحسن ان يكون عندهم لان كتعلق بالخيول وان ممكن انها تدار على برا يعني خاصها تكون خارج المدينه كاع. حنا بالنسبه لنا هذا كتستغل وربما لماذا المجلس يدير ماشي يدير شي سوق يجمع هذوك سوق طاطا الطوابق او لا يجمع فيها هذا السوق المركزي والبرارك اللي كاينين وتكون واحد متنفس واحد الساحه تما كبيره، ولان يعني هذا هو اللي بغينا، يعني اما الان الا سدينا
اللي بحال هكا اخوان انا كان حسب رايي ديالي انا نمشي راسي نقطه ونشوف الرئيس ديرو تاجيل النقطه الى غايه تعميق دراسه في الموضوع لجميع جوانبه القانوني باش الاخوان راك عاود من السماع بدنا نمروا لاخر نقطه اللي هي نقطه الدراسه والمصادقه على اتفاقيات اطار تتعلق بدعم الخدمات الخدمات الصحيه والتعليميه للاطفال الضعيفين. انا كذا كنسبق هذه النقطه انها جيناها وكنا اتفقنا المجلس على انه تكلف اللجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافيه باش تدرس واحد كورناش اطار او الاتفاقيه الاطار ماشي اتفاقيه الاطار الان ربما اللجنه داوت فيه وخذت تقرير ربما واش نمشيو للسيد رئيس اللجنه اتفاقية جديدة من أجل يعني دعم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال التوحد من داخل الجو في دار هذه الاتفاقية الشراكة. اتفاقية الشراكة المعمول بها في جميع المجالس عندها واحد مجموعة من البنود اللي كتكون حاضرة ولا واحد الهيكل ديالها كيكون حاضر في الاتفاقيات. حاولنا أن جميع النقاط تكون مستحضرة في هذه الاتفاقية وخلينا بعض الفراغات في الاتفاقية الإطار اللي هي اللي مخول المجلس اللي ما تقدرش اللجنة تثبت فيه والمجلس هو المخول خصوصا فيما يخص مثلا الدعم المالي يعني اللجنة غير معنية يعني بالدعم شحال غادي يكون مدة الاتفاقية شحال غادي تكون مدة الاتفاقية يعني مع هذه الجمعيات هذه الجمعية اسم الجمعية الآن لم يحدد هذو هما النقاط تقريبا اللي كانت في سميتها والحساب طبعا ها ما كاين اما الاتفاقية راه وقع فيها مجموعة من النقاط اللي كاينة في الاتفاقية الشراكة وخليناها هنايا في الاتفاقية اللي عقدت على المجلس. كاين غير مسألة هنايا السيد الرئيس ربما غفلنا مقطع بعد يعني حتى بعد اعتقنا هذه الشراكة للأعضاء هي مسألة الإعلام والإعلام يعني ما درناش في هذه الاتفاقية هذه. أنا يعني كان ندير واحد الاقتراح هو في الديباجة كاين الديباجة ديال هاد الاتفاقية بناء على الظاهر الشرعي بناء على يعني مجموعة من الأمور نديرو بناء على كلناش تحملات المصادقة عليه في المجلس اللي هو كيحدد طريقة الإعلان وطريقة الاستفادة وطريقة الخط يعني تما نوليو فهمت يعني هذيك النقطة اللي غفلناها نديروها في الديباجة بناء على كلناش تحملات المصادقة عليه في المجلس يعني راه كان عندنا في المجلس السابق واحد الكلناش نحطوا هذا البند هنايا في الديباج. شكون السيد الرئيس على التوضيحات ديالو وعن على السياره ديال واحد البرنامج واحد الاتفاقيه في الشراكه اللي في الحقيقه خدم من واحد الوقت هنا ربما احنا الان باش نوضح سادة اعضاء المجلس احنا الان بصدد مناقشه او مصادقه على كناش على اتفاقيه الشراكه اطار بمعنى اننا يمكن انها تسري على جميع الجمعيات اللي ممكن تدخل في الشراكه او في اتفاقيه مع المجلس لانه حديثها ديما تحديدها حاليا اذا
ثم شارع المحب هو أنه